بطلة الكأس أطلال هي في المركز الأول. أطلال آخر 3 كيلو الأوامر ما كانت عندنا الأمانة، يعني ما كاننا شور فيها، لا أنا لا محمد بند الجهاز لا حمد بن راشد، أوامر خارجية اليوم ما نقدر نقول شيء، بس أوامر صحيحة، وهي الأوامر هي اللي خلت. من وين جت الأوامر؟ بالتليفون. والله أسطورة، مشاغب والله مشاغب، أحمود بن محمد. أنا الثنية الوحيدة اللي بقت عندي في عزبتي، لو باقي كلها يا طويل العمر طلعان حلالي، وهذه والله أنها ولد أخوه لها اليوم. سلام إلى المملكة العربية السعودية، مساء الخير يا أهلنا من ينبع، وسلام يا ماجد. أمس كاس رتين في الرمحية جايب أفضل توقيت، الشوط الأخير وعدينا للشوط هذا. بيشان العجمي هنا مع مسلي ينتزع المركز الأول، ينتزع الناموس. واخويانا اللي رشحون انا عاتب عليهم عشان ما اصدقاء في الاعلام، بس عاتب وكان عاتب عليهم قبل، لكن زاد العتب الحين. جلي سويته يتبر، جلي سويته يتبر يا محمد البطولات. انا خلاص علي بن راشد بن غدير، سلام سلام إلى الواثق، سلام سلام إلى محمد، سلام. 21 يا رجل، شو هذا الإبداع، هذا شو هالكرم هذا؟ أنت وقفت على العدد هذا ولا تبى بالحول بعد؟ إحنا نطبع بالحول أكيد. لا الله عطانا هذا الشيء، بعدنا نحن نطلب الله يعطينا بالحول. أكيد أكيد هذا رقم قياسي يا محمد. الحمد لله. لو يا مرحبا باللي تنير بشوفهم الأوطان، لفوا من دار مصيون وحلوا دار مصيون. على حي الكرام اللي لهم قدر ومقام وشان، هلا وسيوفنا بالسبق قبل السبق مقرون. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا متابعينا عبر شاشة دبي ريسينج بكل خير. مساء النواميس لأهلنا أهل الهجن الكرام. اليوم كان من أجمل وأمتع الأيام في مسكي الختام، مهرجاني ختامي المرموم. اليوم استمتع كل عشاق الأصايل بالرقص مع الكبار في سن الثنايا في معركة الرموز الست لهجن الجماعة، الذين رفعوا شعار الكيف والصفوة وسلاح واحد فتاك أفضل من تعدد الأسلحة والأوراق. اليوم تحطمت الأرقام تحت أقدامي مطايا شعار ألو مرغم ألوه، وأصبح فتح الخط لمنبع السبق هو 160-160 بعدد النقاط التي جمعها أبناء العم راشد بن غدير رحمه الله في سباق البيرق المحموم، فاستحقوا الدخول إلى موسوعة جينيز للرموز بواحد 21 رمزا. من الممكن أن تزيد في المعركة الأخيرة لسن الحولي والزمون. كل ما جرى
وكل ما دار في تحفة ميادين السباق اليوم وما جرى الكثير والمثير سيكون هو الموضوع الرئيسي لحلقتنا اليوم مشاهدينا، فأهلا ومرحبا بالجميع. كم نحن سعداء ونحن نرى ما أسسه زايد وبناه وعلاه من بعده قادتنا وشيوخنا الكرام، قد وصل إلى هذا المستوى من القوة والرقي والتطور. فركض الأصايل في منبع الركض دولة الإمارات العربية المتحدة يعيش بالفعل أزهى مواسمه على الإطلاق، نقول ذلك بعد اللوحات التنافسية رفيعة المستوى التي قدمها لنا أبناء القبائل بالاستثناء في كل شوط من أشواط الرموز التي ستكون محل بحث وتحليل من فريق التحليل الذي أرحب باسمه أو باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام. أبدأ من اليمين مع السيد بطيب الغراب، حياك الله يا أبو سلطان، مساء الخير. أنا مسي عليك وعلى أخواني الحاضرين والمشاهدين، بقول لهم أسعد الله مساءكم بكل خير ومسي على هالمرغم الليلة فالنوامسها طيبة ما شاء الله، والجو الفنان. نعم، والجو الفنان وهل السعودية أقول لك وهل يستاهلون، لكن القيض متبين القيض أبطال قيض زين لله اليوم هالغربي. أيوة هذا نعمة النهان. جيت يوم أخبرك. نعم. أول بادي يوم نبدأ المهرجان. نعم. قلت لك متبينة هالنسناس الجو الحمد لله الحين بيبدأ خلاص هالغربي بياخذ الحين فترة. يا سلام، هاي بوش مرحومات الحمد لله. نعم. الله رحمنا. مبروكات مبروكات. نعم. نعم الحمد لله. طيار مساك الله بالخير. مرحبا أبو سلطان، مسي عليك وعلى الربع المتواجدين وعلى متابعي قناة دبي ريسنج. الساطع عايض بن سفر اللي بقمي، حياك الله. مرحبا مرحبا يا هيثم، أنت وأخويانا ومسي على المشاهدين والمتابعين، مسي عليهم بالخير جميع. الله يحييك. اي نعم. الله يسلمك. الغالي سالم بن حضيرم، حياك الله ابو سعيد. مرحبا ابو سلطان، مسي عليك على اخواني المحللين والمشاهدين عبر قناه دبي ريسنج، نقول لهم مساء الخير والمشاهدات. الو مرغم الو، سلام السعوديه سلام. الحين قلت الو مرغم الو صرت للسعوديه. انت يوم عيل سلامات طرشتها بس مكانين، في غيرهم بعد سابق غربيه الظفره. الظفره ما طرشت سلامات. سلام الظفره السلام يعلنا وين بانه تمزونه يسقي الظفره ويرويها. ها وهو رايح سلام السعوديه بخطف. المهندس حمد بطل الخوي، حياك الله يا ابو بطل. الله يحييك على الاخوان حاضرينك وذلك على المشاهدين. ابو محمد حياك الله. الله يحييك ويبقيك، مرحبا بك ومرحبا باخوان شمة المحللين ومشاهدي قناة دبي ريسنج. صراحة اليوم شفنا مركاض ممتع تنافسي وظهرت سطعة نجوم، هي من الأول ساطعة لكن نجوم تبشر مستقبل واعد ومبشر. صحيح. ومفرح لأهلها وللجماهير في مستوى منافسات الحول والزمول إن شاء الله العام القادم. صحيح. الدكتور أظني مجهز اليوم بعد محضر مقدمة قوية، عندك الموضوع. أمسي عليكم وعلى متابعين دبي ريسنج، وأقول اليوم شفنا مخرجات بيرق الناموس في ساحة الميدان، وأقول سلام لمرغم، سلام للظفرة، سلام للسعودية، ونرجع ثاني مرة لمرغم بعدنا. صحيح. مباشرة إذا نذهب إلى المتعة، إلى الإثارة، إلى معركة رموز الثنايا للجماعة التي سنقدمها لكم مشاهدينا كالمعتاد على جزئين. الأول سيكون حول
او لا مو بالحول يوم الزمو اليوم الثنايا اليوم الجزء الاول راح يكون مع الشوطين المفتوحين وشوطي المحليات الابكار والجعدان، والثاني سيدور حول شوطي الانتاج. بالطبع سنمنح ذروه سنام الرموز في هذا اليوم كأس الكؤوس في الشوط الرئيسي المفتوح حقه من الوصف والتحليل قبل أن نكشف إلى أين ذهبت وأين استقرت هذه الكأس وما تلاها من رموز. أهلا بكم يا أهل الهجن الكرام في واحد من أهم وأصعب أيام ختامي المرموم، يوم الرقص مع الكبار وسن الثنايا لهجن الجماعة وستة رموز غالية لكن أغلاها بكل تأكيد كأس الكؤوس في شوط الإبكار المفتوح. العنوان العريض الذي يمكن إطلاقه على موقعة الثنايا اليوم هو يوم الصفوة والكيف، حيث يشارك في الأشواط الستة عدد قليل من المطايا ويدخل كل شعار من شعارات الكبار بورقة أو ورقتين على أقصى تقدير، لكن لو تحدثت عن النوعية فستجد أن كل الحلال المشارك لديه من الإنجازات ومن الرموز ما يجعله مرشحا للناموس، وحقه في المنافسة هو حق مشروع. حياكم الله مشاهدينا الكرام في يوم الثنايا في الدورة الكبيرة، اليوم أول يوم مع سن الكبار والرقص مع الكبار بصحبة الساطع وبقية الرفاق نسطع في المرموم في هذا المساء. مرحبا مرحبا، قربنا على الختام خلاص اليوم ونتمنى التوفيق إن شاء الله كل المشاركين إن شاء الله. المطايا في سن الثنايا تمتلك سي في، بمعنى أن لكل منها سجل من المشاركات يحدد تصنيفها ومدى حظوظها في المنافسة خلال الشوط، وباستعراض السي في للحلال المشارك في الشوط الرئيسي المفتوح يمكن القول أنه سيكون واحدا من أقوى وأصعب وأهم أشواط الثنايا إن لم يكن أقواها على الإطلاق. حفزان راشد اليوم؟ لا بعد ولا تقاريب زين، الحين بندخل معاك في الشوط أكثر، وصلوا العرب والمنافسين الآن، الإعلام رفت والمطايا على الحبل، وين تروح اليوم أنت؟ وين تروح السلامات؟ وين الترشيحات؟ ها؟ مرغم؟ بنسمع الكلمة هاي اللي يقولونها، شو يقولون هاي؟ ألو مرغم ألو، اليوم بنسمعها هاي؟ صعب أظن اليوم، اليوم في ها؟ بنسمعها اليوم؟ شو عندكم اليوم؟ وايد ما شاء الله، وافي، مجلاد، الشرية، الصيرم، يا سلام يا سلام، شو رايكم انتم؟ زين ان شاء الله يسبق الصيرمي. الحين البيرق خلاص؟ ايه. وين؟ بالغدير. خلاص؟ ايه. رسميا؟ ايه. على ايش ناوي اليوم؟ والله اليوم عندنا مشاركة، ان شاء الله التوفيق لنا والاخواننا المشاركين كلهم. مع هجرة اعتقد صحيح؟ بس تفكونا بس اذا قال المذيع الو مرغم. احنا خلاص ها اي خلاص. الله يوفقهم ان شاء الله، يوفق اخواني المشاركين جميعا ان شاء الله، كلكم انتم اصدقاء اخوان، ما يحتاج ما في شك. خالد لك مشاركه في السيف ولا لا؟ ان شاء الله تعويض السيف المملكه ان شاء الله. ان شاء الله في مشاركه؟ في مشاركه ان شاء الله. في مشتريات؟ لا والله ما في مشتريات الحين، ما في مشتريات. في محاولات بعد الفحص؟ ما في محاولات، الهجن كله للمشترى بعد الفحص، كلها معروفة اللي بتشارك في السيف، وكل واحد مهب. كم اسم عندك في السيف؟ عندي في المحليات وعندي في المفتوح. وفي السيف المفتوح كم اسم شارك؟ اسم واحد. العنود؟ لا لا لا، العنود ضالع ما شاركت، والهجن كلها عندنا ما شاء الله ذا السنة ضلع واجد عندنا، لكن الحمد لله تحاول. نحاول والله يسهل إن شاء الله. السيف لك فيه يعني نسبة كبيرة سيف المفتوح؟ لا ما حد يقدر، ما حد ضامن الله، لكن ما حد يقدر، احنا بنشارك، مهرجان غالي على قلوبنا ولا بد احنا نشارك. الله يوفقكم يا ابو سلطان.
جابتك واحدة اسمها سلهودة أظني الليلة. سلهودة وبشاير. بشاير. عندنا ثنتين. صح. إن شاء الله. لك نسبة كبيرة اليوم في الشوط هذا. الشوط الثاني صحيح؟ الشوط المفتوح. الشوط المفتوح عفوا. هي هي مفتوح. لك نسبة كبيرة بعد. إن شاء الله. إن شاء الله. بس تعرف عمي فري آخر الموسم نقوة النقوة هي لك في الشوط. وخاصة الشوط هذا المفتوح السنة. إيه. السنة قوي ما كنت يعني. أطلال وجدان هي كلهن شاير وكلهن في شوط واحد شوط المفتوح سمعت وبتكون منافسة قوية قوية يعني ونحن إن شاء الله إن شاء الله يعني لازم شوي لأن هذا مركاز ختامي لازم يكون فيه حفوظ الحاسم شو أمور الحاسم حمور الله طيب الحمد لله الحاسم الحين يقولون بعد هو مختارينه أحسن مضمر في الشعب البدو هو رقم واحد كتضمير صحيح اتفق انت مع هالرأي يستاهل زين تدري سعره بيستاهل زين سعره بيرتفع الحين يستاهل يستاهل جائزه جائزه من عندنا جائزه من عندنا لان السعر لا من عند هالبيرك من عند هالبيرك نعم زين بس سعره الحين بيرتفع الكوتش الحين انت مدرب بعد اطلب في العقد التوجيهات كلها عند ابو خليفه توجيهات عند ابو خليفه ها انت سويت عقد بينك وبين بينك وبين ابو خليفه ما في عقد هذا وهذا العقد شوف ما في عقد على العقد على ينص العقد اوه طالب تذاكر بزنس كلاس بعد ها مهرجان دبي فيها الاثاره والحماس ايوه يجبر الشاعر يجرع ذبا الالحانيه الالحان ملتقى الهجنه الاصايل وجمع كل ناس عرف السواح بالهجن والهجانيه والهجاني ابتدى ركض اللقايا خفيفات المداس طارت من الأرض لكن بلا جنحانية جنحانية انطلق شوط الذهب واستوى فيه التماس والتنافس حق مشروع في الميدانية في الميدانية سيطرت شنذارها العاصفة في شوط كاس واختفت وجات حكمة وراها ثاني الله بيض الله بيهك سابي شو الحقائق سابي شو اللقائق الرموز؟ ما بلازم رموز كل لا لازم رموز عندنا رموز الحين بهذا امس الحين اوكي شو الحين شغلك تمام ترى الفوكس يستوي على راعي رمزك خلاص يا ابشرك يعني اليوم بنيلك بنيك ان شاء الله ها انا بيكم روحك انا انا واحد من اقوى الاشواط يقول فري تتفق وياه خصة المفتوح هذا كلنا نسبق هاي لا سبق كم معه اليوم نخبه وكل من سبت بيركم اللي حطيتوه طول عمر حمدان حمدان الله يطول عمر ابو راشد لكن التمن كلهم كل مركاض يلتمن رباعه شوف عاد اللي عنده وبله احسن ولا تراهن ما في وحده اسبق من وحده لا 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 متقاربات متقاربات برافو عليك متقاربات وكل واحد ظان الظن الطيب فيها سيارتي سيارتين اشواط وايده والحلال وايد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والامال بعد وايد والله الامال وايد ان شاء الله امس اقول حق سالم اقول له واجد ترى متحفظ كان مكلمكم ايه ايه حسين ايه لا انتوا اشتغلتوا سعيد وايد اشتغلتوا الموسم هذا دفعتوا وصرفتوا الحمد لله الحمد لله بس التوافيق ترى ننقص وفق ايه ثاني ثاني هذا معناته اجتهادك صح بس التقسيم عند رب العالمين يمكن بعد سيف شويه بعد غلط شويه من عنده يمكن 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 سيف الغلط وارد وكل شيء وارد في الركض راجع حساباتك سيف موسم يعني لا بس يعني بس تدري شو انت الحلال هذا اللي تشتريه ترى مو باللي حق الموسم هذا ترى حق الموسم اللي جاي بعد اللي القايه بيصير النداء بغد النداء بيصير عندك اللي تعرق لان في ضلاع واللي تعرق لان في مرض المرض مبدوم والضلاع مبدوم مستمرين نقول احنا لا نحن مروحين مروحين والله كريم والركض عودنا عليه اي بس اليوم اقوى شوط ثنائي يمكن في الموسم اقوى اقوى ذكرنا في مهرجان محمد حتى لو تلاحظ يعني حلال كله ما اصبح في فرق بين الشوط المفتوح وشوط المحليات صح من ساعه قاسين ترى نروح نحلل مو بلازم انت عندكم التلفزيون اها اي من الصبح ياسين نحلل نحن هناك ترى عندكم محللين لا محللين ونحلل عكيفنا ما في تلفزيون ما في تحفظ ما في تحفظ ها اوبن احنا نشوف ونطمش وان شاء الله ان السنه الجايه وياهم داخلين ان شاء الله الله يكتب لكم الخير الله يوفقك ان شاء الله وانت مميز يا هيثم الله يوفقك ان شاء الله متابعينك طال عمرك في التلفزيون وفي السناب طول عمرك طول عمرك بس فعلا جايين اول مره تحضر اليوم شوط اول مره الصراحه في حياتك نعم والله لا ثاني مره في حياتي تستمتع ابشر انا اعلامي لكن ونعم شيء ونعم ابشر بتستمتع حانت لحظة الحقيقة حلت ساعة الصفر لبدء معركة الكبار فمن سيرقص فرحا على منصة التتويج في يوم الثنايا ومن سينعش رصيده بالنقاط في سباق بيرق الناموس على بركة الله ينطلق شوط الكؤوس كأس الكؤوس شوط الابكار المفتوح وبمجرد أن رفع الستار تظهر المرشحة الأولى أطلال بشعار ألو
ألو مرغم ألو، وتضع نفسها في الصدارة عملا بمبدأ صاحب الضربة الأولى كسبان. لكن هل ستكون هي فارس الرهان؟ الوقت ما زال مبكرا للإعلان، فالمسافة 8 كيلومترات والمشهد في الميدان يقول أننا أمام معركة تكسير عظام. فسبعة مطايا تدخل في دائرة المقدمة التي بدأت تضيق على أطلال. عنود بن نصرة، الناوية لبن بيشان، شواهين القحطاني، وانبشرت بن دري، وسلهودة بن حمودة. ما شاء الله يا هي أسماء وياه حلال سبق جن جنونه للظفر بكأس الكؤوس التي احتارت لأين تذهب، إلى مرغم، إلى العين، إلى المملكة، حتى جاء الخبر اليقين عند 1200 لتصدر التعليمات إلى أطلال دون ضرب والعصا في الأبطان بإنهاء المهمة وترك المنافسات تبكي فوق الأطلال. وبالفعل تطير أطلال تصنع الفارق المحال، لكن مبشرة تقترب منها فتخرج العصا لأطلال تحافظ على صدارتها وتدخل خط النهاية تختال بأنها ملكة الثنايا بلا جدال، مهدية كأس الكؤوس إلى فرسان البيرق أبناء بن غدير الذين دخلوا موسوعة جينيز للرموز. مرغم 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 سلام، مرغم ألو ألو، مرغم ألو. والاحتفال البيرق 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 الكأس خط النهاية، الله الله الله، بدأت إثارة، ولكن أطلال هي الأطلال بطلة الكأس، أطلال هي في المركز الأول. آمد ثوم، شو هذا؟ شو صار؟ أنت شو؟ أنت شو؟ أنت شو؟ لا أنت شفت شو صار؟ شو صار؟ لو مرغم اليوم موهت البارحة في اللايف شوي وسحبت الأنظار عن أطلال وسبقت أطلال ما عرفنا لك يا ريال. لا والله يا مصر الحرب خدعة في السلطان، وبالعكس لا والله ما بتموي النية، النية أنا أعرف أطلال النية مطية، النية مطية طبيعة مركاض أطلال تظهر قدام السلطان، وإذا استوى أي شيء في الشوط بتكون أطلال جاهزة أنها تخدم، بالعكس أطلال خدمت نفسها قبل على أساس أنها تخدم بلسم، الله ما وفقها الحمد لله. يا أبو لطيفة 21 رمز الرقم، حتى أنتوا يمكن السنة الجاية ما تكسرونه. الإجابة هي بغير أبو السلطان، الحمد لله نحن من الأمانة من مركاض ختامي الوثبة بدينا نفكر في الموسم الجاي، سواء البيرقية أو مايا الإنسان يأسس قاعدة، وحتى لو تشوف المشتريات الجديدة هاي ممكن صح. في مشتريات حتى ما أركضناها خدناها تمام بالنسبة هي هو تخطيط الإنسان بيخطط، بس في نقطة مهمة أبغى أقولها أطلال آخر 3 كيلو الأوامر ما كانت عندنا الأمانة، يعني ما كان لنا شور فيها، لا أنا لا محمد بند الجهاز؟ لا 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 حمد بن راشد، أوامر خارجية اليوم ما نقدر نقول شيء، بس أوامر صحيحة وهي الأوامر هي اللي خلت. من وين جت الأوامر؟ بالتليفون، أوامر عليا وحللها كيفك بالسلطان. مخطئ من يظن أن القوة والإثارة والزمط الذي رأيناه واستمتع به الجميع في الشوط المفتوح لن يتكرر في شوط المحليات، فكما قلنا لكم أنه يوم الكيف والنقوى من الحلال السبق. وبالفعل تضرب لجين بن غدير ضربتها الأولى بعد رفع الستار تماما كما فعلت قبلها أطلال، ليظهر مدى الثقة التي يؤدي بها هذا الشعار الجبار بعد أن ضمن البيرق وبفارق لم يتوقعه أكثر المتفائلين. لكن ود بن كليب صاحب المركز الثاني تظهر على رادار الشوط تريد كسب ود الرمز الذي طال انتظاره من ممثل المدام، ووهاجة بن دري الجريء الذي قدم لنا مبشرة ووصيفة الكأس المفتوح تطارد ود
ثم يحدث التحول المثير في آخر كيلومترين عندما تقدمت مكحولة الاتحادي النيادي صاحبة الكاسين وخطفت الصدارة من ود، لكنها لم تهنأ بها عندما حرك ألو مرغم ألو عجايب ورقته الثانية في هذا الشوط لتتقدم وتسيطر على المقدمة، وهنا هب الإعصار الأخضر، إعصار الظفرة من خلال بينونة التي جاءت من الخلف كالسهم لتخترق الجميع وتشق الطريق وتبتعد عن الجميع وتجتاز خط الزعفران، مهدية الناموس الغالي وكاس المحليات إلى مالكها عبد الله محمد زايد المنصوري، محققة توقيتا متميزا بلغ 12 دقيقة 21 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. سلام الظفرة سلام، وسلام بوزايد سلام، وسلام بوفاري سلام. يظهر في يوم الكبار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، أسطورة يا حمود والله أسطورة، مشاغب والله مشاغب، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. شو هالأداء هذا حمود؟ والله الحمد لله توفيق من الله. لا بس الشوط فيه تكتيك عالي، فيه شغل. والله ما في شغلا، ما في شغلا زيادة بسلطة. كيف؟ بكرة روح نحن بوحدة، ما في يعني دفاع والله شيء. صح صح، لكن بكرة كفت عمرها. صبرت على الشوط انت؟ هذه صبرت. انا الثنية الوحيدة اللي بقت عندي في عزبتي، لو باقي كلها يا طويل العمر ضلعان حلالي. سبحان الله. وهذه والله اني اول دخول لها اليوم، هذه البكرة. سبحان الله. اول مشاركة لهذا الموسم اليوم. اليوم؟ اليوم اول مشاركة. لا وياها دفوع ولا وياها حرق. واول مشاركة بعد. سبحان لكن الله. البكر السبوق، البكر هذه العام ماخذ رمز الإذاعة في مركاض الملك عبد العزيز في الرمحية. أه. ماخذ مفتوح الإذاعة. أه. ولكن تعرضت السنة يا طويل العمر الضالع لين صحت الحين وشاركنا. صدق أمس يومين الكشف المحللين ما طروها ولا رشحوها. ما يتلومها. وأنا روحي أنا يوم رحبة بالرمز والله إني ملومت على سب، لكن البكر عارف أنا سبوق، لكن لو جاي في الثلاث راضي عليها. شو سلالة تحمل البكرة؟ والله ما تحضرني. وين مشراي البكرة؟ مشرايم عند بن صرود الخيلي. ومن هي شو لقية؟ مشراي لقية شيرنها أبو زايد لقية والسنة ثانية. شعار أبو زايد السنة يعني صح إن اليوم اشتغل، لكن بشكل عام نتائج والله ما والله حنا أنا قلت لك بقيت هاي الثانية الوحيدة المضلعة. حنا السنة تعرضنا حلال شيمات وشي ضلع، لكن الحمد لله رب العالمين يقول لك بارك الله حلالا فدا عن هلا. أها. لكن في الشوط عندك سبك حلال قوي كان. والله أكيد حلال طيب. بدير بن كليب والنيادي وسبو وبندري حلال يعني قوي. هذه البكر ما برعت الشوط المحليات يعني، ولو ان شوط المحليات كفو، لكن هذه رعت مفتوح العام ماخذ مفتوح لذا. ليش ما سجلتها في المفتوح؟ قلت لك اول مشاركه للسنه. آه. هذه بس المشكله. الان جاء دور موقعه القعدان، وفي الشوط المفتوح شوط البندقيه حيث قاد ادهم صعب المضمرين بن مرخان الشوط، يلاحقه منذر بن كسله ولا يدعه يذهب بعيدا بالصداره حتى وصلنا الى الكيلو الاخير، وفيه بدأ أن أدهم الذي تعرض للضغط طوال الشوط من منذر قد استنفذ كل المخزون لينتهز لهوب القادم من المملكة العربية السعودية حاملي العديد من الإنجازات، ويتلقى الأوامر بالانقضاض فينقض على الصدارة ويطير ويقول لأدهم ما قصرت لكني ما زلت أملك المخزون. وفي النصف الكيلو الأخير يحرك بن غدير مجلاد أحد المرشحين، لكن كانت الطيور قد طارت بالناموس الذي ذهب إلى أهالي المملكة وإلى مالك لاهوب رايد بن حمود الجهني. وسلام سلام ينبع سلام لاهوب وعنده جهين الخبر اليقين. سلام بو جلال، سلام إلى المملكة العربية السعودية، مساء الخير يا أهلنا ينبع، وسلام يا ماجد على هذا الأداء المتميز. ماجد شوط لاهوب أظن اسمه. أي نعم. نعم نعم. لاهوب هذا عندكم ما؟ الله الله نعم. وين طحشت يا رجال؟ القعود ما في حيلة. هذا القعود ما يستغرب عليها السبق. لا والله بس ما حد جاب اسمه ولا حتى. أمس كاسرتين في الرمحية جايب أفضل توقيت. أيوة. الشوط الأخير وعدينا للشوط هذا. وين معلوماتك في السعودية؟ الشوط الأخير في الشوط الأخير. يعني. مركاض ولي العهد في الطائف. ما شاء الله سبوق القعود. ما شاء الله يستاهلون الربع. وانت وينك؟ والله القعود كان يركض في الرمحية الشوط الأخير يعني ما انتبهنا له، وما شاء الله اليوم يستاهلون الناموس. خلنا ناخذ سلالته، خلنا ناخذ سلالته. سلالته طال عمرك أبو جبار رشيد الحربي. ما شاء الله. وما مهجن. وتحياتك وتبريكاتك وين تروح؟ سلام المملكة سلام. المملكة. نعم. وين في المملكة نروح؟ ينبع.
المتعة مستمرة والإثارة هي عنوان كل أشواط رموز الثنايا في تحفة الميادين. وشوط القعدان المحليات ينطلق ومشاكل الراشدي يقوم راس ويتحكم في مجريات الأمور حتى واجه المشاكل من خلدون بن نهيان الذي قال له باي باي فغادر إلى المقدمة ليتم استهدافه على الفور من مسلي بن بيشان صاحب الرمز في الوثبة الذي طارد خلدون واستطاع أن يتفوق عليه قبل خط النهاية بكيلومترين ليعض بالنواجذ على الناموس ولتفشل محاولات خلدون ووافي بن غدير من اللحاق به حتى وصل مسلي خط النهاية قبل الجميع ليهدي البندقية ويرد في الميدان على كل المحللين الذين لم يرشحوه والبندقية الثانية تغادر إلى أرض الحرمين والسلام بن بيشان سلام إلى المملكة العربية السعودية تهانينا يا بن بيشان حمد بن محمد بن بيشان العجمي هنا مع مسلي ينتزع المركز الأول ينتزع الناموس مهديا أهالي المملكة أيها مسلي قلنا لهم مرحبا شو العلم هذا رد في الميدان احنا ما عندنا ترشيح خلي طال عمرك الربع لم يصوتوا لهم بيض الله وجهك سلي قعود قلنا لهم البارحة سابق في الوثبة يا أخي مرحبا سعق قعود سابق في الوثبة قعود مو غريب زين ليش ما رشحت أنت عشان تاخذ نقطة اي والله يا أخي أنت ليش ما رشحت أنا قلت لهم يا أخي لا أنت ليش ما رشحت أنا يا أخي مو براعي ركض من بيشان هم هم ناس لا هم ليش ما رشحوا أقول أنت راعي ركض أنت رشح ليش أنت تحسبك نقاط ليش اي والله تحسب ها أنت ما تحسبك نقاط ما تشوف مسابقة أنا أقول لك أنا نادم على أهلك أولا طلعوا احنا نهنيهم فهمت علي والناموس الجميع وتوفيق من رب العالمين مسلي ما شاء الله صمله صمله قعود ما شاء الله مسلي طال عمرك اخذ الرمز لا وثاني الرمز شوته بعد حتى مخلينا في السياده خمع ما كلمنا اللي كان دافع والحمد لله توفيق من رب العالمين واخويانا اللي يرشحون انا عاتب عليهم عشان ما اصدقاء في الاعلام بس من حقك يعني من حقك. عاتب وكان عاتب عليهم قبل لكن زاد العتب عتب الحين بس البعير خذ براهو اليوم لا راح البعير راهي ومن مربط طيب عند مربط عندنا طيب فهمت علي هذا مربط هجم طيب عندنا مرحبا الله يهينك كيف الحال شلونك اي بس ما شاء الله يعني الشوط كان في حلال قوي معك الشوط طال عمرك اول شيء مصنفين بعير بقدي المركاب مصنفه المركاب الثاني الموجوده مصنفه من هيان كلها الشوط اللي موجود في الشوط ما موجود الا كفاءه كلهم لكن التوفيق من رب العالمين والله يعطي مطيتك الوبله والتوفيق والحظ الطيب لكن ودك فهمت علي المطيه رعت الرمز فهمت بدأت لي رمزها قريب يعني قريب انها ترشح الكلام الصحيح ولكن انت وبيض الله وجهك وانت بيض الله وجهك شوف وهذا لا اخوان ما في ربعنا ونحبهم ولو ما نحبهم ما ما عتبنا عليهم لا ما دعبنا عليهم مش عتب لا والله مش عتب الشيء الثاني احنا نشكركم على مدعبتكم في البرنامج وهذا اللي يخلي الناس تبعوا البرنامج قعد يترشح ولا في عزة احد يرشح اصلا ما في حاجة أحد يعني حتى لو يعني صاروا في ناس ما عندهم خلفية في المعلومات هذه لكن ما هو في عازة إن أحد يرشحه هم يخلونه طال عمرك ويأخذ الرمز أنا أتمنى من الشباب اللي يرشحون وأنهم يرشحون بمصداقية ما يرشحون بمجاملة نوصل لهم رسالة لأن هذا طال عمرك ما أخذ رمز الإنتاج في الوثبة واليوم زين بس اللي في الشوط بعد يترشح وشو ما في كلام ما نقلل منها لكن معقوله ما حد رشحه هذه بعد هذه تراها شيء علامه استفهام وهو طال عمرك ما اخذ رمز يلا سجل ومات ما اخذ المركز الاول في الصياحه سمعت يا المحللين ايش المربط هذا وايش السلاله هذه هذه سلاله الوحيشه الوحيشه ها اي نعم من متى عندكم البعير كم صار له عندكم البعير من ولده عندنا انتاج انتاج البعير اي نعم وليش ما راح في الانتاج وامه انتاج والله يا اخي انك قلب انتاج وامه انتاج وبيه انتاج الحمد لله
السلامات تشابه الفزع طيره وعزومها مثل قويات. بلا جدال كأس الكؤوس تاخذها أطلال لبن غدير وشعار ألو مرغم ألو، وتستقر الكأس كأس الكؤوس في مرغم التي صارت موطنا للرموز. بينونة في الثواني المجنونة تخطف كأس المحليات وتحقق أفضل توقيت في يوم الثنايا لتؤكد أن شعار الإعصار الكبير لا يغيب، وهو شعار خطير مهما غاب. لاهوب القادم من ينبع المملكة يفاجئ الجميع ويهدي بندقية الجعدان في الشوط المفتوح لمالكه الجهني، ويلحق به مسلي بن بيشان صاحب الرمز في الوثبة ليرد داخل الميدان ويحرج المحللين الذين تجاهلوه للمرة الثانية. عموما نقول ألف مبروك لأصحاب الإنجازات في هذا اليوم، وحلاوة الركض بأن نختلف في بعض الأسماء ولكن السبق يروح عند واحد. في البداية أبو سلطان نقول لك، أو بنت بتقول لهم الناموس اللي سبقوا في أربعة أشواط الإنتاج خلاص بنيه، بس في الأربع أشواط الأولى نهنيهم كلهم طعمك اللي فازوا في الأربعة الأشواط، بن غدير محمد بن راهد وإخوانه طال عمرك، ومبارك مع الهوز والناموس، وكذلك السعودية طال عمرك، ومحمد بن زايد المنصوري وإخوانه بعد. نعم، وهل السعودية بعد مرة ثانية، هل طعمك البوش هاي لسبك ولهن المستوى، ولو هل يقيمون المطيه، هم يقيمون المطيه ويعرفون مستواها، ما دخلون في الاشواط هذه. طيب ابدا مع اول الاشواط مع شوط اطلال، بصير عندك سالم متعرض. اطلال اللي ادت اليوم اداء فاخر في كاس الكؤوس واستحقت هذه الكاس وهذا الرمز. والله هني محمد بن راهد بن غدير واخوانه وانجالهم الكرام حقيقه على هذا الفوز. اليوم شفنا ابو سلطان أكثر الأشواط تقريبا إلا شوط واحد كل الحلال اللي يروح في المقدمة خذن الرموز، وطلال كانت من الحلال اللي حقيقة خدمت نفسها بنفسها من البداية حتى النهاية. شفنا أمانة يعني للبكرة مستوى حسب ما هو متوقع منها ومن كل المتابعين. شفنا تبارك الرحمن البكرة عندها كانت منافسة من بعض الحلال اللي هي حقيقة عاشت ضغط من البداية حتى تقريبا 800 متر، ومن صدرت عليها الأوامر مثل ما تشوف كاتب بن دري اللي هي مبشرة أمانة اليوم قدمت كذلك مستوى عالي، وبكرت بن نصرة لكن هني تشوف هني فرق المستوى اللي هو العالي اللي تمتلكه إطلال. يعني عاشت ضغط من البداية حلو. حتى عند 800 متر بدأت الأوامر الرسمية المباشرة بالمايك أو بالسماعة. نعم، هني عطت المخزون اللي يعرفونها أهلها واللي يعرفونه كل المتابعين، فهذا طيب. اللي قدمته طلال في هذا طيب. المساء بناخذ أكثر من مداخلة على الشوط هذا لأنه بنعطيه حقه صحيح. شوي شوط مهم جدا ويستاهل رأي، وكل الأشواط طبعا مهمة، لكن عبد الله نبغي نرحب بس باللي انضم إلينا في هذه الأثناء في الاستوديو. عبد الله تسمعني؟ طيب رحبوا معي بهذا الرجل اللي معانا من أكثر من موسم وفي بيننا وبينه ضمط وتحدي وشوية مداعبات على مشاغبات على تصريحات. خلص الحين إيه الحين ما يضمط ها؟ بس هو يغيب بس ما يموت. خلنا نرحب قبل. رحبوا معي بمحمد بن فري المنصوري، حياك الله يا ابو فري. الله يرحب بك على فضله، امسي عليك وعلى المشاهدين وعلى اخواني المحللين. يابك السيف ولا رمز الليله؟ يابني الاثنين. سيف يعني انت لو ما سبقت اليوم ما بتينا اظني. لا انت لو يوم قلت لك يوم غدير انت عليك عتب عمي. نحن متى متواعدين اياك؟ من عقب ولي العهد هني قلت بتينا ولا جيتنا، صح ولا لا؟ صحيح، لكن انتم يوم اتصلتوا لي وقلتوا لي تعال جيتكم. بس ابو سلطان الوحيد هو ايه محمد فري ايوه لو انهزم يسوي لقاء عندكم، الباقيين لو ينهزمون ما يسوون لقاءات. يعني هو مهزوم الموسم هذا قصدك؟ لا بس اقول لك لو يكون لا ليش يقول الهزيمه؟ لا انت قصدك انت ليش حضر اليوم؟ اي بس ليش اخترت لفظ الهزيمه؟ الهزيمه انهزم. شوف اللي يروح منه الرمز يعتبر مهزوم. تعال هو هالحين يعني يتكلم على موضوع البيرك
خلاص البيرق امره انحسم، لكن عاد ذروه السنه من السيف باقي منافسه على السيف. انت هي بتزمط على السيف هي مفتوح الزمطه ترى الزمطه لا مفتوح مفتوح لكن وين نبرتك الاوليه اللي كانت موجوده عندنا وين اول والله موجود ما شال الدنيا شل قبل بوبا موجود موجود ما انتهى شيء الليله اللي سواها الليله اللي يروح السنه هي السنه الجايه ما ينتهي شيء العام قلت لنا بعد كذي بوبا قلت لنا الكاميرا فضت وانت تصور رموز العام قلت لنا هالكلام ولين الحين اقوله ولين الحين بتفضي كاميرتك يا رجل يا رجل اليوم بن غدير يا اخواني 21 رمز رقم قياسي يستاهل في تاريخ هجن الجماعه ما تحقق الرقم يستاهل يستاهل تعب عليه ويستاهل انجاز مطاياه اللي تلاد واللي شرايا والله وفقه ووصل حق اللي برع المعركه كنت ابو فري شعار الظفره برع المعركه لا مو برع المعركه الشوط الثاني بينت المعركه كسرتين من الركله واول مشاركه للدلول هذه الموسم هذا صح اول مشاركه لها اللي هذه معك حق تقول بالشرقي اقول من اغرب الامور ايه كنت انت دائما تربع لمحمد زايد ومحمد فري في الرموز صح والحين قلت تتكلم فيهم هذا عالم الركب هذا طبيعته يوم سابق ترى نحن مع السابق هذه طبيعه الركب صديق واخ واكثر بس لا لا بس اقول لك كنت كان بن زايد مسكر الساحه كلها ونخذن السبق يوم تبيع السبق لازم تعوض المشترى اوكي نحن بني عند ابو فري والزين انه ويا على وقت بعد لما تكلمنا على الشوط الثاني بس خلينا نعطي الشوط الاول حقه سالم متعرض تكلم حمد في الشوط الاول عن اطلال نبغي ناخذ شو الفارق اللي صار عند اطلال يوم وشو اللي ميز اطلال في الشوط هذا عندك شو والله ممكن الفارق اللي ميزها ما شاء الله الناقه تركب وهي مستانسه هنا. يعني اليوم في مطيه تلقاها متكلفه بالركض الناقه من استلمت المقدمه الناقه تركض ممكن في حلال مسرع وهي تركض سايره شوي الناقه تركض الناقه يعني بسرعتها العاديه عندما طلبوا منها الوامر الناقه شويه وسعت يعني اسرعت وصراحة يعني شوط يعني مضغوط بحكم الأسماء اللي فيها مهات الرموز بس الناقة ما شاء الله اليوم ركضها أفضل ركض لها حتى عن جائزة زايد الكبرى يعني مركاضها الليلة أفضل حتى عن مركاض جائزة زايد الكبرى في العادة إذا في مطية تدي في الكبرى هي ثالث محمد بن زايد نعم بن زايد. إذا في مطية تكون جاهزة على شهر 12 ممكن حتى يأثر على نهايتها في الموسم نعم الناقة هذه ما شاء الله جاهزة مصفري يعني من بداية الموسم شايف لها أنا سبق في السوان وركضت اليوم أداء عالمي اليوم بس مثل هالركض الناقة ما يابت ترى هالليلة أحسن مركاض لها الليلة شو تبغى تقول بالشرقي وفي نقطة ها بس دقيقة خلص أنا أشيد الصراحة بناقة بن دري اللي هي مبشرة اللي حصلت على المركز الثاني ناقة اليوم طلعت المستوى ناقة عملاقة شفنا مركاضها في مهرجان ولي العهد سجلت اسرع توقيت نعم عقب اشواط الرموز نعم وسبقتها ظني في الصياهد واليوم الصراحه ضغطت ونافست فتعتبر يعني ما شاء الله طيب. لها مستقبل ان شاء الله طيب بالشرقي السؤال اللي سالته جدا فني وممتاز لانك انت اليوم عرفت اداء الركض ليش؟ لان بن غدير عنده الكم والكيف نعم هذه البكرة بعد المختام الوثبة وداها للسعودية وركضها في شوط كأنها مفحمة مرتاحة لهذا اليوم صح فهذا الأداء يوم يكون عندك الكم والكيف تقدر تغير وتنوع في هي نعم في توزيع فهنا بن غدير أصبح الآن يختار طيب بن حضيرة شوف أطلال اليوم ركضها البكرة تهذب هذا بذيب يلور شاب عدالها وهي في المقدمة ما شطت نفسها أداها كان مرتاحة في الشوط غير المطية يوم تكون تندفع هذه تبذل مجهود مطية هذه ما بذلت مجهود أنا حيد اللي هذا بالحصان لا وهي تهذب بعد هاي نسميها هذا بذيب ها ترى في مطية يوم تسرع مربع قوم لا لا هو تشبيهها تشبيهها ممتاز نعم هي الهذي بس حتى المطية حتى للمطية البغل ايه اوكي نعم. انا اقولك تشبيه نعم. فنان في محله يعني ولا بكرة
ما لين طلب منها ما 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 غيرت مسارها. نعم. انت لو تشوف الحين هي في المقدمه البكره ما سرعت رغم الضغوط اللي هذا وضعها الطبيعي وضعها الطبيعي الركض العادي. نعم والبكره يوم طلب منها طلب منها تقريبا الحين ها ايه او نعم. قبل شوي ايه كلموها وانا اشكر علي بن راشد بن غدير اختياره هذه البكره خبر عنها سالم بن راشد يوم هي سنها حجه البكره قال له بكره عند سعيد بالعصري بالحب العامري وبكره هاي بيكون هاي نظرت علي فيها نظرت علي بن راشد وبكره هاي قال له بتاخذ رموز ما بالله رمز واحد نشكر علي ونشكر سعيد بالعصري بعد على هالبيعه طيب. الطيبه طيب. اللي استفادوا منها حشيم بعير عامر بن قانوش ابوه حشيم بعير عامر بن قانوش بن قانوش ايه. اوكي هاي سلالتها سلالتها اللي طيب. حبنا عنها علي الراعي صحيح اوكي دامك بتسلم الراعيها ما في مشكله ابو سفر تفضل هاي طال عمرك نفس الكلام اللي امس قلت خلفني عليها الدكتور خالفك عليه ايه كيف يوم قلت المطيه اللي تبي تقوم اول الشوط وتبي تواصل تنهي الشوط قام الدكتور يقول لا هذا يعني الدفاع ويقصد انها الدفاع ان يقصد الدفاع هذه ما هي بدفاعه هذه نوعيه نادره من الهجن تقوم في بداية الشوط يحسبونها الناس انها تبت جر الشوط ولا انها تبت ما بدفاع المطية يعني لا المطية هذه ركضة ما بدفاع الدفاع المطية اللي تجهد عمرها في بداية الشوط وتجر الشوط هذه زي ما قال ابن حضيرم قالت هذبة هذبان في بداية الشوط الهجم معها ويحسبون انها يعني انها انتم قللتم مستوى الهجم اللي عندها تهذب براطها لا لا يا ابو كل الناس قالوها يا اخو ما هو بين الحال ما تهذب الناقه الناقه مركضه مركضه لكن انت ابن حضير مولا يوم انها قالت هذب ليش ما قلت له ما خلاني زي تراول لا لا انت يعني ايش معنى اختبرك انت ايه عجبك زي ما عجبك لكن نفس يوم اقول الكلام ذا قلت ترى انا شو مرشح يوم ابو لطيفه كلم يوم بالتليفون يوم قلنا له انت تقول بلسم تبي تلحق تبي تلحق في 500 تكشفون الخطه وتسولفون كان الوضع انها طيب انت شو عتبك على الدكتور الحين عتب على الدكتور انها خطه ان فيه مطيه ورا تقعد ورا وبعدين تطلع انها خطه قديمه صارت اقدم الخطط في التكتيك نعم مثل مرضيه ورا وتلحق وتاخذ السيف صح هذه من احد الخطط نعم بس انها يبغى لها بكره يعني غير بكره ها غير بكرة بكرة غير بكرة وبكرة بكرة ابن غدير اطلال اليوم طيب انتم تتفقون مع راي ابو سفر ولا مع راي بالشرقي بس شو راي ابو سفر الحين ها راي ابو سفر مع راي ابو سفر تعال صدق نحن الحين ما عرفنا رايك انت الحين راي شو الراي شو الكلام انا اشرح له متى لبكره الصبح لا لا ما علي بس محللين يعني ما تفهموا اتكلم عربي لا ابو سفر يقول الناقه ركضها فيها رهو من ربو حتى ركضها فيها رهو نعم مرهي الشوط نعم مرهي الشوط ذكرى مرهية وقدام في الشوط موقعها قدام يعني الناس المشاركين اللي معها يحسبون انها تبت جر الشوط تبت بنت حلو اي نعم ذكرى واصلت ذكرى واصلت يوم خذ التعليمات فنية طيبة والله نقطة حلوة احمد نقطة زينة بس انا اللي ابغي اضيفه ايوه ان مناداه اللي نادى على اطلال عرف يوظف يوزع قدرات اطلال وامكانيات من اول الشوط لين اخر الشوط ترى نعم. الحين المطية شيء من الركاب يعني راعيها ادرى من الناس هذا اكيد طيب. لكن شيء من الركاب طال عمرك اذا انت اذا كانت قدام وخليتها طال عمرك تركض بنفس المستوى اللي كانت تركض عليه ممكن انها ما تكمل لك نفس المسافة طيب. ما علي دقيقة ابو محمد انا اللي فهمت من كلام بالسفر ان تحليل الشوط للدكتور امس كان غلط قراءته الشوت كانت خاطئة نعم هذا اللي أنا فهمته الحمد لله هو اللي أنت تبغي توصله صح الحلقة مصورة وموجودة حتى يوم كلمنا أبو لطيفة حتى يوم كلمنا أبو لطيفة لحظة شوي لحظة سهل. هو الدكتور شو قال أمس خلنا نكون واضحين منصفين بعد عنده مصداقية الدكتور أنت قلت أمس أنه بيدفع أطلال وبتي بلسمة الحق من وراء صح ولا لا إيه نعم. قلت هذا الكلام أمس وهذا تفسير خاطئ للشوت خلاص ما عاد قدرت أتكلم قراءة خاطئة لو هذا كلامي ما رشحت أطلال من اللي رشح أطلال الدكتور لا انتوا اصلا بشكل عام الترشيحات شوف شوف في في عليه علامات استفهام لا بس انا سالت سالت عليه سالت ابو لطيفه ايوه قلت لو كانت اطلال قدام وبلسم وراء شو بتسبق بتخلي هذا الكلام سالته اياه اي صح بس انت يوم حللت امس دكتور قلت بتدفع كمل عني صح يا اخي انا محلل وين شفت اليوم كمل عني اليوم شفت اطلال وين ما دفعت يقول انها تبي تدفع اطلال انها تبي تدفع وعندك كيلو الاخير بيظهر بلسم هذا الكلام اللي انت قلته ما شفناه اليوم
نعم ما شفناها. وانا قايل لك احداث الشوط قايل هذا موضوع انك تسوي سيناريو للشوط قبل الشوط هذا كلام مو بصحيح. لان طال عمرك انت لازم انت تتفاعل مع الشوط في الشوط نفسه. هذه النقطه. النقطه الثانيه شفت اللي هي البقره هذه اللي هي اطلال. انا صاب شلون راعيها خلها تسحب الشوط يمكن من كيلو وثمان او انا مبين البقره انها عليها بس هوامر اتوقع حق لا مش كيف توقع احنا نتوقع في مباراه كره قدم في 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 مركاض خيل في مركاض انت بس انت شوف شوف على على تاريخ قديم على طريقه الركض تاريخ قصدي قريب للحلال يعني نعم على طريقه الركض المطيه نعم تقدر تكلمون بكلام واقع ولا بس كلام تحليل استديو لا واقع واقع كلام واقع احنا نركض وقبل الشوط في اشواط الرموز مثلا نعرف الركاب اللي مركضات عندنا ونجمع مراكيضهن ونتابع مراكيضهن ونشوف مراكيضهن الركاب ما طلعن بنفس المستوى فيهن مطيه مثلا انت تشوفها طالعه في مستوى ممتاز وفوق الممتاز أوكي. المركاض اللي طاف لس المركاض هذا ما تكون في نفس المستوى اذا تخلف الضره شيء ثاني يا احمد لا انت اذا تعمل سيناريو مسبق للشوط انت ما تقدر تتعامل مع الشوط اذا ما كان عندك سرعه بديهه وتعاملت مع الشوط اثناء الشوط هذا انت راعي الركض اللي عندك مطيه في الشوط لكن نحن كمحللين من حق او مش انا لا بس انت بس انت بس انت اذا تعمل حاجه مش في الواقع من توقعات لا توقعات على اداء المطيه يا ابو لا ليش توقعات يطلعت صحيح ما في مشكله حمد بس الريال لما الحين يت على ابو سفر يوم توقع يا ابو سفر احنا يا مصاب يا مصابك كلامه غلط يا مصاب التوقعات يا الحين عرفتوا يا ابو سفر خلكم منصفين يا جماعه ابو سفر كم الحين ينصفون يا جماعه عن الشوط هذا بشكل عام بعدين فيه نقطة فيه نقطة يعني في الشوط أنا شفته الأطلال اليوم صراحة يعني صعب مطية تعيش في نفس ظروف أطلال رغم الضغط وتقوم ويكون عليها ضغط وتواصل وتبعد من الشوط لكن بكرة سالم بن دري اليوم طبيعة مركاضها أثرت عليها كثير في نتيجتها طيب سالم تعرض عندك إضافة في الموضوع هذا قبل ما ننتقل للشوط الثاني نعم عندي دليل على الكلام إن شاء الله اللي بتشوفه في الشوط الثاني أيوة كان في سيناريو من الشباب الغديرات اشتغلوا بلوجين عرفت أن في سيناريو عندهم في رؤوسهم قبل الشوط في الشوط الثاني تتكلم في الثاني أقولك يعني كسيناريو أنهم مشتغلين على وارد يعني وارد أنك أنت نعم. أنك تفكر في سيناريو في نعم. ويعرفون شو ايوه وبعض السيناريوهات صارت صحيح بو سلطان انا اذكر يا اخواني صحيح؟ في واذكر في شوط تكريم صحيح؟ الشيخ حمدان الساعه 11 الصبح ولا 10 احد الاخوان ذكرنا القصه قال التيم بيكون كذا صحيح قال التيم حتى حدد التيم الشيخ صحيح؟ في موقف من المواقف فالتوقع انا اعتقد بالرياضه بشكل عام وارد دليل الشوط الثاني وارد شوف ابو سلطان ومو بغلط لو واحد توقع سيناريو بس انا اقول لك توقع سيناريو لا انتوا عشان ابو سفر بس صار توقع ابو سلطان ابو سلطان تفضل الواحد نعم صار اليوم في شغل في الشوط الثاني والواحد يحط خطه انه يشتغل بس ظروف الشوط تختلف ما في شك زين اثناء الشوط اختلفت شيء متغيرات واختلفت عادي ما في اختلفت شيء ثاني ليش ما تأيدون ليش تقوم فعلا ابو سفر كلامه صحيح ليش ما قلتوا الحين ليش انتم ما تلزمنا ان نأيد كلامك وما نأيده طلع نفس كلام صحيح ليش هذا شيء كلام هذا راجع لهم شوف هذا شيء راجع لهم كيف ما تجبرهم ابو سلطان في مضمرين وماخذين سيوف على مستوى اصحاب السمو الشيوخ يمكن عنده كرتين في الشوط ومطيتين يقول لك اذا فلانه هو يشوفها في الشوط ما تطلع مستواها وفي ناقه عنده دفاع طيب يقلعها هاي ويصير عند الاولياء يحاول انها اوكي ان يوصلها معلي حمد انا بس ابغى اوصل للشباب لو احد المحللين عندنا حط سيناريو للشوط وما صار السيناريو هذا مش غلط لا ما بغلط الغلط توقعات هذا على اداء المطيه قبل يعني بس موضوع موضوع ابو سفر ان اطلال من الحلال اللي يطلع في المقدمه بدون جهد أيوة. وينهي هذا اللي قال البارح نعم. فهذا الريال حصل ايوه وهذا اللي حصل يعيش ابو محمد بس ابو سلطان ايوه صحيح ابو سلطان طيب بس عشان اروح للترشيح لا بس عشان نقلل اخر واحد يتكلم في الموضوع هذا نعم اذا بلسم ما طلعت بمستواها هذا مثل ذنبنا مش ذنبك ايوه اي نعم هاي النقطه الثانيه والله ما واحد يركض في الشوط على عماه يدري شو بتدفع وشو بيلحق 100% بس اخوك اليوم عايض البقمي اول مره يجتهد
في مكان صح ويبها صح اول ما مره يبها صح. صح ما يبها صح, صح والله لا لا ما يبها صح, صح عديدة يا هيثم لا 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 مو بعديها بعد تحك علينا بس لا لا بس يا الربع ابو سفر لحظه شو خلنا نسمع ابو فري خلنا نسمع ابو سفر توه بادي وياكم اعطوه نسم شوي خلوه ينسم بس انتم قطعتوا قلبه الحين كل ساعه واحد نعم هو بدا من المطيه اللي دفوع وكل ساعه متولى النار شو حد شغل السماعات خلوه شوي بيرد مره يمكن يعيد مشروع حيك حيك تمام تمام غير ابو فري خلينا نشوف الترشيحات ترشيحات الساده اعتقد المحللين كلهم ذهبوا مع اطلال مع احمد بالعضيلي بشاير اعتقد يت رابع اعتقد او ثالث رابع سلهوده رابع. نعم سلهوده نعم ما قصرت بشاير وراعيها طيب اذهب للشوط الثاني ومن يتواجد معنا هو صاحب الشوط الثاني هو ملك الشوط الثاني شو اسمه بينونه ومثل ما قال الشاعر يعلن ون بقى شيخ زايد الله يكمل عني لا ما يخليك ما يخليك يلا صدق هو يبقى من دفع هي شامه يعلن ون بانه تمزونه هي سقي الظفره ويرويها تستاهل الظفر كمل الله يرحمه الشوط هذا بعد في شغل مو بعادي امين في شغل مو بعادي الشوط هذا كل واحد مدخل يبقى شو هي بس ما دخلت في الترشيحات البارحة انتوا وين بتوا موهتوا فيها ولا شو قصة الشوط هذا شوف انت لا العادة انت تتصل يوم قبل يوم عندك تريا وشوف لا فاكين ثلاث انت واربع انت السنة وخمس شوف انت السنة اول شيء عندك نزول مو بعادي انت هو بن حضير اوكي نعم مو مثل كل المهرجانات المهرجانات كلها اللي طابت كاسرين التيب ما ادري ان بو سفر ياكو ايه ضيع مجهودكو يلستو وانتو كسر مجاديفكو ولا المفروض انه يكون هو ياكو والحين ياكو عنصر ثالث جديد يزيد همتكو ويزيد سعيد قال ياكو ياك ولد وفاك من البلد اشكرك هاي نعم المفروض انه يزيد جهدكو ما هو بيزيد انت الحين ما يحصل لا بنعيش الحين انت ما جيتنا ابو فري انا مو ما سالت انتوا الاول تيونا الاول تسوي التلفون ولا تسوون مقابلات والمقابلات في العزب ومقابلات قبل الشوط ومقابلات عقب الشوط غدت انتوا ما ادري شو اللي صار عندكم خير ابو فري صدق خير الدفاع الهجوم والله انك بطل صحيح صح انت الحين والله تبسط وايد صار عندكم تبسطك ابو سلطان طيب ما يعجبني ذكاك ليش تخطط شو بترد ابو فري لا ما خطط انا بقول حق المصور عطني زوم انا شوي عطني زوم خليني اقول حق بالعضيله قبل البرنامج نحن يا اخوان اشتغلنا في الموسم من شهر 10 لين شهر 4 6 شهور ما وقفنا يوم واحد بين خيل انا اتكلم عن نفسي بين خيل وهجن وطير والله يا اخوان يوم واحد اجازه ما شاء الله يا قوي زين احنا ما عليه دقيقه ومن حقك تعتب ومن احنا عودنا الجمهور على شيء لازم نستمر فيه لكن وانا اقول لك احنا مقصرين لكن يا اخوي لو اعطيك لو تعرف انت نحن حجم الشغل اللي سويناه في الفتره الماضيه يمكن ما نحن ما نقول نحن ندري اعتذر اذا نحن ندري نحن ندري لكن ياكو دعم الحين عندكم عنصر واحد من دفع مثل اللي يقول شامه وافقات محدار المفروض انكم زين الحين لا توديني برا الشوط الان انا اسال سؤال عام حق المحللين وقبل بسالك انت بكره ضالع وما ركضت السنه هاي كلها تجي اليوم تكسر تيم تسوي ركض مثل هذا سبوك ما في ونحن نفحمها و ايه ومجهزين بس وين داسينا على العالم نباها لليوم هذا انا اقول لك يعني البارحه حتى ما كلمتني انت ما قلت لي نحن انت ما عينك طاير داود تكلم من ثقه هو لبكره ما اشتركت هو يطرش واتساب لا 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 يقول لا لك عين تنظر البكره ما ركضتوا السنه وين ركضتوا البكره هاي نحن شو مراكض السنه ما اشتركت هذا اول اشتراك لها الموسم الليله لا في تمهيدي ولا في كاس نعم نهايتهم عند اخوات نحن فيها سبب ما تبرج طايره فحملنا اخوات والله تيم سجلت 21 سلطان التاريخ يعيد نفسه الله يرحم سعيد مشطيط ونهب خذت سيف المرموم ما اشترك غدا واشتراك صحيح اخونا حمد بطي ما توفق في الشوط نقول لك نحن بلغه هل الكوره هارد لك وحظا اوفر معاه لكن انا بعطيك الشوط الان وبعدين بروح عند بو فري
يوم بنبدا نتكلم عن الكيلو الاخير، لكن كلمي عن قراءه الشوط في البدايه كيف كان، وهل انت اليوم كنت واحد من المنافسين في الشوط، هل توقعت او متى حسيت ان بكره محمد زايد المنصوري بيكون لها كلمه في الشوط؟ انا بكره عندي اتراب لحقت هناك، دخلت هي وبكره سهيل بن غدير. البكره هذه افرق من الحلال كلها اللي في الشوط، مستواها ايوه اقوى من مستوى الحلال كله اللي في الشوط، بدليل وصفتها العام في الصياهد خذت كاس شيوخني اللي هي الضبي اللي جايه ثاني عليها في الصياهد، روحت هنا ب 48 في الاذاع في الاذاع ثاني على بكره، هاي ثاني على بكره بن زايد، على بكره بن زايد اسم الامير تركي، اسم الامير تركي نعم اسمها الضبي. فالبكره هذه هيثم قامت وراء في الشوط، واسلوب ركضها ما شاء الله يبين لك ان بكره عنده احتياط، لحقت الحلال ما شاء الله ودبرت منه وطلعت وباعدت. التيم اللي سجلته 12-21 توقيت قياسي على مستوى ثنايا الشعب العام، اعتقد 38 مياسة بناقة بن حمودة، ففرق التيم على اختلاف طبعا الظروف المناخية، بس البكرة هاي تصنيفها فوق مستوى البكار اللي عندها في الشوط. قول لي بفري انت كنت برا من خاريا اي نعم كالعادة نعم، وتوجيهات و ما اعرف باري الا من برا، اعرفك دوم شي ليش طبيعي موتر كي واحد النيسان اظني الابيض نعم، وهي بكرة بن شرين بعد ها هني هني انت هني ها هب عندهم ما بغير بن شرين لا عند بن غدير عند بن غدير ها صحيح ما تشوف انت نعم دريس نعم نعم البطان اي البطان نعم نعم ابو فرحي متى حسيت انك بتسبك؟ حسيت من الكيلوين الاخيره اوكي من الكيلوين الاخيره حمود مسايره مضبوط ما يحتاج الشوط يتكلم عن نفسه ايه مساير و الباب ندق دق اليوم باب النيسان تفحص اليوم ما الباب ما ما ما, ما, ما سوي الا حق الشغله هاي و ويا وقته اليوم وقته اي نعم شوط مثل هذا و وبكره سبوق واول مشاركه لها السنه كلها وتكسر تيم تكسر تيم الركض كله وتدي ولو اشتغلوا يعني من يوم ظهرت تضربوها شو سلالة ابوها شاهي ابوها صغان عالي عالي اي نعم صغان عالي نعم بعيد الشيخ دياب لا الظاهر ان ابوها عند الشيخ حمدان بن راشد اها هي ولد عالي اي نعم بالشرقي تفضل انا اقول هذا اليوم في هذا الشوط ينحسب لحمود مضمر وناقة ما اشتركت ويحطها في رمز وتاخذ رمز معناها هاي ترى خبرة مش بسيطة وقوة طيب موسم اشتركت كامل نعم طيب ترى ترى مش بسيطة المضمر يا اخواني الوقت احنا مسويين ساعة رغم التوقيت اللي سجلته البكرة لكن البكرة ما استنزفت استنزاف كامل البكرة يمكن بدأت عليها اوامر خفيفة عند ال 500 متر طيب واسرعت وابعدت من الشوط ولو محصله ضغط البكره هذه يمكن تكسر حاجز ال 20 لو عقب ما طلعت من الشوط انه دوروا التيم ان كان سرعت ال 20 البكره هاي هي لها الاوامر كيف هذا اول شوط الظاهر هو هاي البكره هي ثنيه الموسم هذه نعم ثنيه الموسم ثنيه الموسم ما شيء ابتيمها في ثنائي الشعب السنه ولمثل هذه ما تجلس عند راعيها ما تجلس ما تجلس ياكم سوم عليها والله اللي مثل هاي ما تجلس واضحه طيب جاء تبديل مراكز واجد في الشوط طيب مشاركتها اذا على التيم ما ادري ليش ما صارت المفتوح ما صارت المفتوح السؤال هذا يا جماعه ولا سؤال لا مو من حقنا مو من حق الجمهور يسال هذا التيم هذا ليش ما صار المفتوح الناقه طول الموسم ما اشتركت ما علي انت تو بس بالشرقي قال وانت هزيت راسك بعد مستانس يوم قال لك نظره مضمر وصنفه في الرموز وهذا طيب يوم انتم ماشيين صح ما بكملها بودي المفتوح والله المفتوح بيكون فيه شغله زياده ورجال تفاجات بتيمه صح؟ لا ما تفاجأنا لو ما تفاجأت بتيمه بودي المفتوح انت الحين رد عليك حمد بطي وقال لك اللي جايه ثاني عليها ماخذ كاس الشوف ما علي ابو فري لك يعني مستوى ان انت لو عندك مطيه وعندها اشتراك ولا اشتراكين ما بتوديها انت في خاطرك ما تبي توديها المفتوح كنت لو تم يعني مثلا خذ رايك في البوزايت الموضوع هذا ما توديه المفتوح
الناقه ما تصير المفتوح لا لانه ما تود المفتوح مو بجاهز الجهوز اللي انت تباعه الناقه ما يقول حمود الانفاحيم عندها حتى قال له يا الثالث انا يسدني منها البكره بسبب الحين يوم لا البكره هذه اليوم سبقت من سبق فيها فايض احنا تمر علينا بعض الاحيان مثل النوادر هذه تقول بوديها الشوط بس بشركه تدور انزين شوي وانها طلعت من ركاب الروحة وروحت انزين من دون ما تدور منها الشيء طيب. هذا خلينا نشوف الترشيحات وين صارت الشوط سلطان لو في اشتراك ثاني بتروح للمفتوح طيب عشان الوقت الله يطول عمرك محمد عندنا باقي لنا باقي لنا اربع اشواط وعندنا كشوف الشيوخ ابشر وساعه مسوين ما حد توفق في هذا الشوط اذهب للشوط الثالث شوف بسفر انا مثل ما اليوم اشدت فيك واشدت في قراءتك المميزه للشوط الاول لكن اسمح لي اليوم اوجه لك هجوم لاذع وينك على لاهوب هذا القعود اللي جاي من المملكه العربيه السعوديه وانت اولى من يرشح لاهوب وانت اولى من يعطينا فكره عن معلومه برافو عليك وينك انت على لاهوب والله القعود يعني ما كان كان يركض في اشواط ثاني يعني جاي على الصياد جايب اعطيناك ما ابو سفر اذا ما ذكره المفروض اي مطيه تشارك من السعوديه يكون مالك المطيه يخبر ويمده معلومات أيوة. وهو نعم. لازم يتواصل عنده هم لو يتواصل هم شوف هم اذا ما كان نعم. صاحب المطيه عنده رغبه انه يظهر بعد في ناس يقولون ما باع المطيه حد يدري بها نعم ما يبغى المفروض انه راعي يتواصل بعد انت لا ترجع العاد بس انا تكلمت هو ريال بعد انتو تو بادي ما تقطعون سمه بين قطع قلبه انا تماسيح عندي مبادل للصدمات عندي ان لم تكن ذئبا اكلت كذاب ما شيء زين حتى الريال بس ابو سلطان انا تكلمت عنه البارحه قلت يا تكلمت يا ايراني قلنا في الطائف على الرمز وسابج في الصياهد مسجل افضل توقيت لا بخبرك شيء بعد انا بزيدك شويه الريال هذا عرض عليه 750 الف قيمه وانسام القعود بهالمبلغ ولا باع قال ما انا برمز المرموم والريال يعني على ذكر احد من الاصدقاء المبلغ كان بالنسبه له ما وصل يعني في حلال عنده قبل ما توصل عنده شيء او ما تدرزق بحلال مثل هذا وصل بالقيمه هذه لكن الريال قال ما شاء الله عليه انا بغامر فيه وبصير ريال بياع يبقى المنصه هنا. من يوم تيك راعية المنصة خلتك نسجت لو مو هذا القعود الليل منو بعرف ريال اسرع ما نعرفه الليل عرفناه على الشاشة صح دوار الصيت دوار الصيت الريال ما بك صور ونعمل لكن ما نعرفه وكل ما طاف حد لو مسلم عليه قال له تستاهل خير من الله تحسب اي نومس من يقول لك سلام عليك على الناموس نعم الله يستاهل الله يستاهل ابو سعيد انت تبشر نعم تبارك نعم اشوفك هذا الشوط شوط قوي شوط ثنايا العادل المفتوح ما بيك كان السيطرة عند أدهم محمد بن سلطان المرهان تقريبا قاد الشوط 6 كيلو نعم ومعيته منذر الخميس بن عتيج الرميذي استمر عن هذيل الجعدان تقريبا 6.5 كيلو عليه مقدمة الشوط القعود لحجنا تقريبا في عقب 6.5 ومن لحج قعود أبو سلطان مرة خذ المقدمة والريال حركه كلمه ولا حرك الالي وباعد بينه وبين الحلال ان عنده مخزون وعنده سبق قعود مطي يوم يكون عندها سبق وعندها مخزون تفرق عن الحلال ويستاهل مالك رايد بن حمود بن صالح ويستاهلون هالمملكه على هذا الاداء المتميز باب الشرقي ما ياب شيء جديد ابدا ابو سفر يمكن عاد شويه يفيدنا بعد انا هات اللي عندي هات اللي عندك دكتور لا تظن اللي ما اعطاني شيء يعني انا بتكلم في الشوط يعني لاهوب هذا شو طبيعه ركضه كيفيه وين سبق طيب كم نسبه المساير في الشوط كم نسبه لا بس فارق القعود ومستواه الفني في الشوط القعود هذا استغل الفرصه من اولهم وبادر بالمقدمه باعد منهم هذه الحركه اللي عملها وهذا اللي اعطت الفارق هذه هي مخزونه هذه الحركه هذه لانه واثق من قعوده وعارف ان ركضه زين ولا ما يقدمه في المسافه هذه ويغامر به من الكيلو الاخير طلعه وانفرد وليش ما قلت الكلام هذا لانه واثق منهم من لحظه من لحظه وليش ما قلت هالكلام احنا ما نعلم غيب ما نعلم غيب يا هو احنا نلومه بو فارق يا هي تعال في لحظه انا ماني بشمس الشرق على السعوديه يا اخي ما عليه بس حلالهم كله يعني انتم مشاركاتكم الرجال يعني لو ان حريص كان وتواصل معي هل السعوديه ونعم لكن مشاركاتهم في الرمز معروفه واللي شاركوا في الرمز معروفين محدودين صح ولا لا خلينا نكون واضحين لا
بداية الموسم معروفين الرموز السعودية. هذا الاسم ياك جديد، هذا بتصل هذا الاسم عارف الريال. المفروض انتم تعطونا هالحين المفاتيح كلها. لا لا الريال توي جايينكم. لا خليني اعلمك، خليني اعلمك. لا لا اول شيء ان الكاش ما يجينا الا قبل قبل هذا الساعة. يا وسفر تكلمنا عنه وخبرناك عن انجازاته. ما علمنا المفروض بن حضير وهيثم يعلمونك الطريقه الصح حق اخذ المعلومات. احنا نعرف الطريقه الصح، احنا نعرف الطريقه الصح، لكن بعض الاعداد بعض الحلال اللي يجي يشارك اهله ما يحرصون على توصيل معلوماته على ما يبغى الاعلام. ما ادري انا علم الغيب. انا اعتبان علينا هذا القعودين من السعوديه. وانت يا ابو سفر شوف كشف يوم يجيك كشف في اسم سعودي ولا اسمي. انت حطيت حرت بن بيشان حطيتها فيه حرت بن بيشان اليوم اسمه جايك. لا 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 بن بيشان بيجي خلها بن بيشان يوم استلم كل يوم انت بتحط هذا فيه. دقيقه بس دقيقه. القعود هذا اذكر رائي كان يركضها في اشواط الشيوخ في التنشيطيات. نعم يعني ما يركضها في اشواط الجماعه في الطائف. انا اذكر مراكز قعود ويا ثاني في الخطامي. ما عليكم بطي هاي المعلومه انت جبتوها عقب الشوط. لا مش موضوع قبل عقب الشوط. بن حضير ما تتكلم عن قعود عن قعود احنا رشحنا قعود غيره لكن قعود معروف مش الحين بدال معروف. لا الحين بدال ما ننوم مسله ونشوف طريقه تركض القعود الترشيح الترشيح المطيه اللوم في فلان اكيد لمطيه بس العادي يا اخواني تطرون ان هذا لا تكلم كلمك بطريقه بن حضير قال ما اخذ الرمز ولا ثاني انا اعتبي على انا اعتبي على هذا الريال. لا ريال جديد عندكم يا جماعه انتم هذا كسرتوا مجاديفه الريال. لا ما كسر رمز جاديفه بس لازم يدخل محل ما ياخذها بالسال ما تاخذها بالسال ما تكسر تبشرك مجاديفه. ما واجبنا كمحللين ابا علم ابو سفر واجبنا ايوه ان اذا كان هجن اماراتيه بتشارك فتحتوا له رجال ناخذ معلومه عنها. هذا الان بالسفر الهجن السعودي موجوده ما هم يتطلبون. لحظه 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 دقيقه. شو قلت شو قلت ايش قلت عن بالشرقي وش قلت فتحتوا لي شو اقول جاله من جال شافكم كلكم شافكم كلكم شغالين علي وجت له الفرصه. في ناس الحين من هالامارات ممكن انك تتصل به وما اعطيك معلومه عن المطيه. بقول ما اعطاني معلومه خلاص ما في شيء براسه. انا بدال ما اقول ما اعطاني معلومه خلاص اروح ارشح غيرهم. هذه هذه الرجال لا كلمني ولا اعطاني خبر تو قابض الطريق وفرد الخير. لحظه وفرد من يومين سالته وين الهجره السعوديه ما رد علي. ابشرك ردوا عليك اليوم في الميدان يا هيثم ردوا عليك اليوم برمزين راحوا كلها السعوديه قدام في الميدان خلاص ان شاء الله ذبحني يا اخي. ما عليه ما عليه دقيقه دقيقه. قعود هذا مو بصعب ولا مجهول عشان يجيب منه معلومه. قعود هذا معلومته واضحه لكن يقعود غب من اشواط الرموز ومن التحديات فتره طويله عقب مهرجان انا كانت الطايف. نقطتي يا ابو محمد الله يطول عمره نقطتي واضحه. قلت له يا اخي المشاركين من المملكه العربيه السعوديه في الرموز معروفين. يوم بتشوف مشاركه في الكشف يعطيك يا سالم خليفه قبل نص ساعه. لا مش الكشف في النظام موجوده. اوكي موجوده في النظام في تسجيل يمكن رقم التليفون هو دقيقة يا تياب انك عون ولا فرعون يا ابو فري خليني اكمل يا يمكن ما عنده. لا والله عون عطني عطني الترشيحات كلام ضايع معك. لا شوف هبرك كل مشارك من السعودية هو يتحمل لهم. جزاك الله خير بس كل المشاركين السعودية اروح ارشح. شوف انت ما تبغى يجيني ولا شوف احنا رشحنا مجلاد ومجلادي ترشح ونعرف ويا ثاني ونعم لكن انت العتب عليك ما صرت عنده. وين راح العتب على راعي البعير؟ العتب على راعي البعير اكيد انا بيرفع خبر لا شيء شاف متعرض وشاف السيل يا الربع تعال اتراك انت الحين من يرشح سيل تبعت سيل. انا يا ريت ما راح يركض الريال عنده حلال وعنده عزبه ويركض من استوى يفحم عاد الحين انتم دخلتوه مجالهم مجاله تبون هو يركض. لا لا مجالي بس الرجال جديد اول مره يعني وفي غير العتيبي نايف العتيبي اليوم شارك دقيقه يا اخي دقيقه لو سمحت يا اخي ابو فري كفو القعود كفو شارك اليوم خلص نقطتك انا بجيك. شوف الرجال مثل المطيه اللي يركض في رئيس فرعي ودوه شوط رئيسي تفاجأ ضيع بعد احنا نباي ساير نباي ساير ما يتحمس. لا 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 ريال متحمس وسنة شوف وصدقني يا السنة الجاية ما حطي يا ابو فري يا ابو فري ابشرك بخلي يضرب بريك ويرد بالعكس. لا 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 ان شاء الله لا انا اللي بخليك تضرب بريك انت زي ما علي. دقيقة يا ابو بريك خلني اقول لك شيء. شوط لاهوب وسامح هناك فيه يعني مشيناها ورقعوا لك الربع منا شوط مسلي. العتب عليكم انتم اكثر ما هو بعلي انا كيف؟ انتم اكثر تحملوا. اول شيء الرجال عاتبكم في المره الاولى قال لكم ما ادري ايش قال وانتشرت رشحته
جميع التواصل لحظة اجتماعي خل الاجتماعي رشحته أنا رشحته لا ما رشحت رشحته لا ما بس جزاك الله خير هم أنت العتب عليك لحظة لو سمحت لو سمحت بفري يعني عطيتك وقت أنا تكلمت عنه ودافعت يا رب أنتوا دقيقة أنت رشحته البارحة قلت لكم القعود ياي ماخذ رمز الوثبة وريال عاتب الربع كلهم في الوثبة يا أخوي يا أخوي عندك قعود عنده قعود اختل هو حتى معترف فيه وقلنا يمكن الحلال يمكن العزبة هنا شو دخل القعود اللي اختل بعض الحلال هذه مؤشرات هذه مؤشرات احنا قلنا يمكن الحلال انه مختل ولا فيه شيء بن بيشان ما تعرفه انت سؤال بن بيشان ما تعرفه الا عرفه بن بيشان تعرفه صح عندك رقم القعود شلون القعود عارفه في رصيده بن بيشان خلي القعود بيتكلم بن بيشان تعرفه اي نعم كلمت تواصلت وياه لا ما يحتاج تواصل معه انت ما تعرف معلومه انت تبي كل شيء جاهز تبي بما متعرض وسلم غرام انتم انتم ليه ما تكلمتوا عنها انت تي عند سهيل تكلم عليكم قال يا ولد انت ليش ما رشحتوني لا انت تي عند سهيل قبل وتحب على الخشب لا ولا تزعج يا هيثم ما تزعجنا لا لا لا, لا ما زعجك انا ما زعجك اذا انت تزعل من كلمه الحق انا تحمل لهوب انتم تحملوا نعم نعم سلطان لا مو بلد لا شو اقول لك مو بلعبه هي سلطان كلام سلي ما رشحت سلطان انا واحد اعترف عن نفسي اني ما رشحته بيقولون هد عليهم بن بيشان ورشحوه هو السبب منه لو سكت برشحه ما سكت من بيشان هي يا الربع تعال وانا رشحت الاذاع ما سوى شيء الغالي عشان كذي ما رشحنا مسلي قلنا يمكن مختل الليله بعد لقوها فرصه عندك لقاء من بيشان ولا سمعوا الشباب بتعيدون لقاء من بيشان سامعين اللقاء حط لي عطني عطني اسمع 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 الاتهامات قاعد يترشح ولا في عزة احد يرشح اصلا ما في حاجة أحد يعني حتى لو يعني صاروا في ناس ما عندهم خلفية في المعلومات هذه لكن ما هو في عازة إن أحد يرشحه هم يخلونه طال عمرك ويأخذ الرمز أنا أتمنى من الشباب اللي يرشحون أنهم يرشحون بمصداقية ما يرشحون بمجاملة من وصل الله مرسالة لأن هذا طال عمرك ما أخذ رمز الإنتاج في الوثبة واليوم زين بس اللي في الشوط بعد يترشح وشو؟ ما في كلام ما نقلل منها لكن معقوله ما حد رشحه هذه بعد هذه تراها شيء علامه استفهام وهو طال عمرك ما اخذ رمز يلا سجل ومات ما اخذ المركز الاول في الصياحه سمعت يا المحللين دقيقه انا بس من باب اعطاء الراي والراي الاخر حقه في الرد الكلام اللي ذكره الاخ سعود بن بيشان رايه في النهايه انا ما وافقته ولا عرضته خليته يكمل حتى نهايه النقطه أنا ما بتكلم بلسان المحللين ولا برد عليه بلسان المحللين بعطي كل محلل يبغي يرد حق الرد بس أنا أبغي أقول كلمة موضوع المجاملة مش موجود في البرنامج بشكل عام موضوع المجاملة في برنامج أهل الهجن بشكل عام غير موجود بس هذا موضوع أبغي أنا يسد هذا الرد أي نعم لكن أنا بعطي المجال الآن مثل ما أعطيت سعود أعطي المجال حق بالشرقي ببدأ مع بالشرقي تفضل بالشرقي أنا البارح أشرت لهالشوط أن الخطير على مجلاد هو مسلي والحلقة موجود وأظن بن بيشان أفضل نعيدها صحيح قلت له الخطر على الرابط موجود أي نعم أن الخطر عليه هو ما مجلاد ما بفي هذا لا في اللي يقعد من الغدير شو اللي جايه وافي وافي الخطير هو عليه صح. هو أخطر عليه شيء طيب. عليه مسلي الخطير طيب. عليه طيب نعم ويقعد سبقه طيب حمد بطي شوف المسي على أبو محمد بالخير قبل كل شيء واعتقد يعني كان من فعل اللي هو سعود ولا سعود يعني كلامه كله طيب يعني خان التعبير سعود لا مش موضوع خان التعبير يعني حتى كمصطلح خان التعبير انا ضد هالمصطلح بس هو قعوده سبوق ومصنف بس انا اقول بن بيشان قعوده يوم يسلم الترشيح يا سبق سلم الترشيح في الوثبه وسبق ارشحوه في الصياهد ويا ثاني طيب وامس سلم الترشيح وسبق المفروض هو يتفائل يوم ما حد رشحه يوم ما حد يرشحه هاي نقطه نوجهها لابو محمد طيب ابو سعيد ابو سعيد طال عمرك انا قعود اذا عنده ياي ثالثه في الصياهد رشح سعود قال انت ترشح مجامله لا مو مجامله مرشحين وافي صاحب رمز القعوده طال عمرك ياي ثالث على جعدان على خلاب ومخلاب هناك وقلنا القعود بيسبق رشحناه ولا سوى شيء قلنا يمكن مسلي مختل مثل اخوه ولا يقعود سبوق وما اخذ رمز ولا يستهان به مشان كذي نحن رشحنا وافي عندك تعقيب على الموضوع هذا ما عندك اتصلوا في الموضوع هذا مالك لا مالك شيء في الموضوع صحيح سهيل ابو محمد نمسي على محمد بن بيشان وعياله على هذا الفوز
والفوز طيب، والإنسان دائما يحمد الله عز وجل، لأنها النتيجة ممكن تكون بالطريقة هذه أو غيرها. هذه نعم. من ناحية السبق والعرب اللي يعني رشحوا، ما رشحوا قعدان ما لها في الركض. نعم. أول شيء رشح وافي صح، ورشح شعار حلاله اشتراكاته يعني تعطي مؤشرات قوية. هذه من ناحية القعود اللي ترشح. طيب ناحية المجاملة، ما أعتقد أن حد يبغي من حد شيء أول من الحاضرين في الأمر الأول. الأمر الثاني، العرب ذي كلهم خواننا ويعرفون ذي الشيء. يعني لما يتكلم عليك شخص بطريقة أنه يعم على العرب جامل ولا غيره، إحنا اللي يردنا من الكلام التقدير والحشمة لهم، إن كان بن بيشان شو اسمه سعود أو غيره من العرب. دائما الإنسان يرد أموره لله عز وجل ويشكره، لأن النتيجة لو كانت العكس ما ورد الكلام هذا. الأمر الثاني والدليل القاطع على أنه ما في مجاملة، كل واحد منا يبغي يتفوق على الثاني بالنقاط. أنا اليوم لا أحتاج بن غدير ولا بن بيشان ولا غيره عشان أني أرشحه وأخسر في نقاطي، لأن لو في عندي مقابل للنقاط هو بيعطيني سيارة ولا بيعطيني فلوس ولا بيعطيني أمر وترك النقاط، هذا الأمر الجميع يعرفه. طيب أنهم خوان، إحنا وياهم سواسي، لكن إحنا وقعنا في الاستوديو. طيب وهم وقعوا في الموقع اللي طيب هم فيه. جزاك الله خير محمد بن بيشان العدمي أبو حمد معانا الآن على المداخلة على الهواء، ومثل ما قلنا إحنا بنعطي حق الرد والنقاش للجميع. أذكر أبو حمد طلب مني مداخلة في أبوظبي لكن اختمنا البرنامج وما لحق. أبو محمد حمد 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 عفوا حمد بن محمد حمد بن محمد مرحبا أبو أبو محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ومساء عليك ومساء على الرابع اللي عندك، ومبارك لكم الفوز، فوزنا لكم انتو. الله يحييك يا ربعنا الاعلاميين، والله من صادق. الله يطول عمرك. بس رايك في النقطة هذه عشان نحسمها ابو محمد. اي نقطة طال عمرك؟ انت سمعت انت تابعت البرنامج من البداية واليوم ولا ما تابعت؟ اي تابعت البرنامج، وبيض الله وجه الرابع كله طيب. بس الشباب عتبانين على موضوع اللقاء الاخ سعود يوم ذكر ان في المحللين في ترشيحاتهم مجامله. لحظه يا اخي، اولا سعود ترى انتم طال عمرك جل واحد وهو متحمس بعد الشوط. ايوه اي كلام يصدر منه يكون انفعال بعد الشوط، فهمت علي؟ ولا الربع ما فيه مقصور، وعلوم كلها طيبه وزملانا وعملنا احنا وياهم طال عمرك في جميع القنوات، ما في شك وبيضاوتين. بس فهمت علي؟ نعم. ولا اسمع ولا يلحقنا فيهم شك. انا يا حمد بن بيشان ما يلحقني في الشك في الربع اللي عندك كلهم، فهمت علي؟ ولكن طال عمرك احنا للمداعبه فقط، ولا يعني الحقيقه يعني طيب يلحقنا فيهم شك ولا لا يلحقنا فيهم شك، واخواننا وربعنا بيض الله عملنا معهم وبيضان وجيه. بيض الله وجيه. وبالنسبة طال عمرك للترشيح، أيوة كل واحد طال عمرك وجهة نظر يعني. لا أنت بس أنت بس بس حمد خلنا أقولك حاجة. أنت بعد الشوط مباشرة، أنا ترى ما جيتك على طول لو تلاحظ، بعد عطيتك فرصة. ترى البني آدم نعطيه 10 ثواني شوي لما يهدى وياخذ زين، لكن بعد فيك عتب شوي على المحل يعني. لا أنا ما عندي عتب عليهم، أنا للمتاعدة فقط. طيب وبالعكس انا اقول بيض الله وجه اللي ما يرشح عدل. لحظه سلم الترشيح. طيب حمد بطي معك، حمد بطي معك. هيا ابو محمد. مرحبا ابو شهاب. مرحبا. شوف ابن بيشان طال عمرك اعلامي مخضرم، هو يخلق اثاره. طيب ممكن برده هذا ايوه بغى يخلق اثاره. طيب لكن ابو محمد يوم يسلم قعودك من الترشيح دوم يسبق. هذه نقطه مصالحك يا حمد. اول شيء طال عمرك صديقي، طال عمرك عام 2012 طال عمرك على شاشه قناه ياس، وطلب منك الترشيح، ما رشحت الساعي، والصبح طال عمرك خلص سيف الساعي. فانا دائما يا حمد اذا ما رشحت راني استعد من هذيك اليوم ما بخير. بس تعال هيثم. لا بيرد حمد. لا مش حنروح الساعه. بس هو صرح قبل لا يركض الساعي، قال لي ان البعير وسموه ليلة الركض ولقاه مستانس. احنا بنتخبر عن هالوسم. لا وهو ذيك الليله هو مرشحنا الساعي روحه، هو اللي رشح ومرشحنا. انا طال عمرك ليله ركض الساعي طال عمرك
بلغتكم قلت يا الرابع اللي عنده اللي يبي نقطه ترى الساعه يسلم عليكم ويقول يرشحني صح ولا لا يا حمد؟ صار هالكلام نعم. اي نعم وقال حتى المدير طيب. ما شاء الله يعني عم يتكلم الان انا لما اشوفكم ما ترشحوني ترى لا تفاعل طيب فهمت علي وانا ادريكم من محبتكم لي ما ترشحوني عشان الناس ما يرسلون علي طيب الله وجهكم هذا اللي طيب. بقوله بس اخر نقطه بعد ما خلصوا الشباب اعتقد العتب الان اصبح يعني عتب اخوان ومحبه واعتقد الحياه لا طاحت. لا مش عتب لا ما في عتب والامور طيبه ايه ابو محمد لكن انا بترك الاخوان شوي على صوب يسمحوا لي وبروح عند الاخ عايض البقمي عايض انت قلت اي نعم معاك الحين دقيقه لحظه خل مرحبا ومسهلا قبل انا بعطيك حمد مبيشان تكلم على كيفك بس انت قلت ان عندهم قعود ضالع او في خله ومختل عندهم مشكله في العزبه شيء كذا فاذا انت تعرف هالمعلومات كلها وما ترشح مسلي هذه مشكله ثانيه مرحبا ابو محمد مسيك بالخير مرحبا مرحبا شباب ناموس ناموسنا لكم كلكم يا ربعنا والله والله انتم جمعتونا اليوم مثلتوا المملكه العربيه السعوديه ما يحتاج ولكن انت يا ابو سفر تراك المفروض انت انك طال عمرك صح تابع الهجره السعوديه صح كلامك صح حمد كلامك صح حمد اتفق معك نعم صحيح نعم صحيح ابو محمد صح اتفق معك والله ايه شو ترد على حمد مبيشار الحين كلامك صح اقول يا ابو محمد سلام الله يحييك والله القعود ما في قصور القعود في رصيده رمز واداه طيب وما شاء الله تبارك الرحمن لكن معلوماتنا احنا اللي تبين انه في خله في الحلال او هذا واليوم القعود مسلي ما شاء الله تبارك الرحمن ابو سفر ما في خله خذنا في الحقائق سبقنا في الحقائق اي نعم وسبقنا اللي قاعد على مستوى السلوك ايوه وفي وين جبت خله وين جبت خله الحمد لله خله ما بخله ان شاء الله حمد انا بسالك سؤال الان حمد لو ابو سفر البارح بعد ما اصدر الكشف تواصل معاك وخذ معلومات انت راح تبخل عليه بشيء بمعلومات لا لو 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 كلمني كان قلت له رشح والله شفت انت عتب ما يبغى يعترف انه مقصر على زملائك المحللين اللي اول شيء ما حللوه في المره الاولى وعتبك رب عليهم ولا علي انا اكثر شيء لا لا اول شيء الرابع خذهم خابرين مستانسين ما يرشحوني علشان يعني هم سوي ما يبغى يطلعوني بالشاشه عشان ما يتكاشر عليك ابو سفر لكن انت ابو سفر المفروض تتكلم على الهجره السعوديه معك والله الهجره السعوديه ابشرك والله الهجره السعوديه ابشرك انا افرح ل لا 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 انا اللي ابشرك الليله ابو سفر فرط من شوطين شوط لاهوب وشوط مسلي انتم دائما انتم تفرطون يعني مره المره هذه وقفت علي يا ابو محمد متواصلين فارطين دقيقه بس دقيقة بيض الله وجهك يا ابو محمد ابو بيض الله وجهك والعذر والسموحة فعلا المفروض اني لازم اني ارشح لا 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 ما في هذا طعم خلج طعم خلج تنطرون يا ابو سفر انت ولا الرابع لاجل اليوم ما تركض يوم ما تركض ولا طيب ذلول طال عمرك انها طيب دقيقة ابو سفر بس دقيقة ابو محمد عندكم مشاركات في اليوم الاخير ولا ما عندكم؟ ان شاء الله عندنا مشاركة ان شاء الله في الزمول ولا في الحول؟ لا لا في الحيل في الأشواط القدرة لا الشيء ما عندنا شيء ما عندنا شيء طيب لكن إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بتحصل فالك التوفيق يا أبو محمد أشكر حنقول بيض الله وجهكم وجهك ونتابع تحياتي وبرنامجكم ناجح والمداعبة اللي في البرنامج ما يحتاج هي اللي مع كل برنامج نجاح تحياتي يا سيدي للوالد والسعود والاخوان وفيد والربع كلهم اللي عندك الله يحييك نعم هالجوده بيض الله وجهك شكرا نشوف الترشيحات بس ابو سفر قاعد يرقع حق نفسه خلاص يا رجال ثاني مره خلاص هذا رشح الا لا رشح خصوصا ابن بيشان انت ما تعرف شوف لا ما نبغيك الحين انت تقلب السعوديين على ابو سفر لا ما قلبهم كله والحين من يوم يظهر منه ويشوفه اي سعودي ما يحتاج المفروض بيه. يعني اوكي عبد الله قرينا الترشيحات شكرا المشكله اني رشحت واجد والله رشحت واجد لكن عاد ما جاء فيه توفيق اليوم عشانها راحت رمزين راحت للسعوديه متواصلون معكم والجزء الثاني من موقعة الثنايا وما حدث في المرموم اليوم بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا ريح شوي انا ابو
مثله تشابه الفزاع طيره وعزومها مثل قويات وترد بعلوم سفيره. مرغم تتكلم سلالة الفارس فارس العاصفة. أهل السبق بالذات هاتوا سبوق المستديرة اللي لها عالسبق عادات مدورة شجرة غزيرة النفية مرافقها وسيعات للجهزات ومستعدات. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. يعني نحن في التحليل وفي الحديث يا جماعة ترى بعد وفق نحن مو بكل يوم صح. صح نحن نحلل من شهر 10 يا إخواني لين شهر 4 كل كلامنا بيكون صح. لا بصح نحن بعد بشر يا أخوي نخطي ونصيب ونزل نعم. فأبو سفر بي في الفاصل يا أنا وأنا عندي قولوني بينزجر وأنتوا تضغطوا لي وأنتوا بطر الكندور بطر يا هيثم يا أخوي ليش أدي بالدنيا بعد بساعة أنت ما ياكل يا أنا عيل نحن 24 يا هيثم أنتوا من شهر 10 وأنتوا ترشحون لين الحين شهر 4 وكل ترشيح بعض الترشيحات مو بصحيحه. سفر من ابو سفر من اسبوع تو بادي وقطعته وقلبه مشكلته كابر ريال يا رجال خلوه انتوا ليني شوي يباله واحد قلصوه في واحد ليني يطول. لا 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 وبعدين لا تعيش لحظه لا لا دقيقه دقيقه اقول لكم ما استقبل بعد حبيبي وصديقي ابو سفر انت تحبني ولا ما تحبني؟ لا والله احبك لله محبه خالصه لله والله فيها. طيب لا تعيش دور المظلوميه دائما يضغطوني يقولوني بينفجر ما اشقق هدومي. لا صدق والله يا اخي انتم على ادنى حاجه اليوم سلطان. اليوم عاد لقيتوها سبب اليوم لا ما لقيناها سبب بس كلام حبيب بيشان حبيب بيشان ماني بشمس شارقه على السعوديه وهجنها ماني بش ولو راعي الزلول مثلا انت يا راعي لهوب يا عايض كلمني عايض شوط واحد يا اخي لهوب اسم واحد كلمناك عنه اسم واحد وغششك من حضيره قلنا لك يا ثاني على الرمز وسابق السياحه وكاسر التيم بس انا اقول الله يعينك من الجمهور السعودي بعد الحلقه. لا والله الجمهور السعودي بيعذروني لانهم يدرون. لا 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 الجمهور السعودي مستانسين اليوم لا طمينه رمزين هم خربوا الفرحه لي ترى نسيوا تحليل ابو سفر كله نسيوا سفر تحليل عرضه بنسوي فرحة بس عاد هم خربوها. لا لا ما خرب نحط لك عرضه شو عرض وانا من تقولوني والله غلون دامنا نتكلم المفروض ان طايح الغلون دامنا نتكلم في الهجن السعودية واليوم فايز برمزين أيوة في لنا طلب بسيط للاتحاد السعودي اللي هو في دعوة للمقيض في الطائف أو المشاركة لأن الناس قبل رمضان يبون يحملون للطائف فنطلب من الاتحاد السعودي أن يستعجل بهذه ما الرسالة ما يحتاج دعوة على طول. لا لا يا الطائف مفتوح يا أبو سفر أنا أكلم أهل التحميل زين كذا سيارة الدعوة لين الحين ما جت في المركز ونتمنى أنهم يستعجلونا في الدعوة عشان الناس اللي بيروح الحين بيروح الطائف. علي ما عليه الموضوع لو كلمتني عنه أنت قبل بنتواصل مع أبو صقر باكر ان شاء الله اخونا محمد بن حماد بلوي ريال ونعم متواصل انا كلمت ابو سلطان اي نعم متواصل انا كلمت يعني المخلصين الله خير الدكتور لو جزاك الله خير لا لا نعم لان لا الناس اللي بيحمل بيروح قبل رمضان طيب. بيروح طيب في مهرجان طيب نروح للفصل الثاني
توكل على الله. الفصل الثاني من الحكاية، حكاية رموز الثنايا، لم تقل قوتها ومتعتها وإثارتها على الإطلاق من ما شاهدناه في الفصل الأول. صحيح أن للإنتاج ملوكه المتخصصين، لكن هناك من صار يهدد ملوك الإنتاج المعروفين في المصانع الجنوبية وقد يسحب منهم اللقب بعدما شاهدناه في شوطي الإنتاج. نشوف أيام الكبيرة في دار أهل السبق بالذات، هاتوا سبوق المستديرة. جرعة المتعة والإثارة في يوم ثنايا الجماعة كانت من العيار الثقيل، فبعد انتهاء الأشواط المفتوحة والمحليات كان الموعد مع شوطي الإنتاج والرمزين اللذين يقدر كل واحد منها بناموسين نظرا لطعم ناموس الإنتاج. في شوط الإبكار المفتوح بلغت الإثارة ذروتها في الأمتار الأخيرة للشوط الذي أفرز على مدار مسافته الطويلة بكرتين كانتا هما فرساء الرهان الشرية لبن غدير وهي راعية رموز ومن المرشحات، والهايلة لبن حلوس القادمة من مصانع الجنوب ملوك الإنتاج. ففي هذه الأمتار كان صراع مريرا على كاس الإنتاج المفتوح، وبقبلة الحلال وثقة البيرق استطاعت الشرية أن تجتاز خط النهاية بفارق رقبة وجزء من الثانية عن الهائلة التي أبهرت الجميع بأدائها الهائل. لكن ألو مرغم ألو خطف الناموس والرمز ووصل إلى الرمز 20، أما النقاط فقد تجاوزت 150. ما هذا الذي يفعله أبناء العم بن غدير هنا في المرموم ومن قبله في كل الميادين؟ سلام سلام الواثق، سلام سلام الشرية، سلام. ولكن مرغم مرغم الشرية الشرية يا محمد يا بن راشد، اتعبت والله التاريخ، شلي سويته يتبر، شلي سويته يتبر يا محمد البطولات يا محمد الانجازات. اربع مرات الو مرغم الو. ها كيف 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 الو اربع مرات؟ منو قال اربع مرات اليوم؟ كيف كم سبق اليوم سبقتوا انتم؟ مرتين. ها مرتين كثرون ضيعتوا اظني. في شوط القعدان هل سيكون هناك أي كلام في حضور الصيرمي صاحب الرمزين وورقة أبناء بن غدير الرابحة في هذا اليوم الذي سيظل يتذكرونه إلى عشرات السنين؟ الصيرمي لا يعرف سوى طعم الفوز، وها هو يثبت أنه قعود شديد وسبوق على أرضية الميدان، وها هي كل محاولات المنافسين وأبرزهم أدهم بن كردوس وحكيم بن غريب تفشل في إثناء الصيرمي عن تحقيق الرمز الثالث، الرمز 21. أما النقاط فقد وصلت إلى 160، لذلك نرجو من هيئة الاتصالات أن تقوم بتغيير فتح الخط لمرغم إلى 160. ألو ألو مرغم ألو. ثلاثة رموز من أصل ستة ورمزي الإنتاج وكاس الكؤوس، أرقام وإنجازات ستظل صامدة لسنوات وسنوات. تستاهلون يا فرسان البيرق وتستاهلون البيرق، شكرا لكم على هذا الأداء الرائع. ورمز هنا في ميدان المرموم، سلالة الفارس، فارس العاصفة، فارس هجن العاصفة، يفترس البندقية. سلام علي بن راشد بن غدير، سلام سلام إلى الواثق، سلام سلام إلى محمد، سلام. انا خلاص انا وقف. لا 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 ما تبع يا براشد، 21 رمزا في رصيدك، 21 رمز يا براشد في تاريخ في تاريخ تاريخ الهجن على مستوى الجماعه لم يحقق هذا الرقم. الحلال طيب، ولو بتشوف شيء مشترى زين وشيء انتاج
الحمد لله والحلال ما قصر. لا بس خبرني عن 21 رمز، خلي الحلال على صوب، خلي الأشواط على صوب. 21 يا رجل، شو هذا؟ شو هذا الإبداع هذا؟ شو هالكرم هذا؟ أنت وقفت على العدد هذا ولا تبع بالحول بعد؟ إحنا نتبع بالحول أكيد. لا الله أعطانا هذا الشيء بعد، إحنا نطلب الله يعطينا بالحول. أكيد أكيد هذا رقم قياسي يا محمد. الحمد لله الحمد لله. طعمك شوف، هذا طعمك توفيق من الله أول شيء، وثاني شيء طعمك روح الفريق الواحد، إن كان طعمك من الإخوان الله يطول عمارهم، نحن طعمك كلنا على رأي واحد، المضمرين ما قصروا اللي في الفئات الصغيرة والكبار، طاقم العزبة كلها طاقم هجر المرغم ما قصروا، هذا الاجتهاد والمذابرة والمتابعة والمشتريات والإنتاج وصلنا طعمك هالنتيجة من بعد توفيق الله. البيرق رسميا اليوم خلاص بدأت الاحتفالات في مرغم، ابشرك ركبوا الزينه بعد. لا لا علقوها علقوها الزينه. لا لا خلاص، انا اذا قلت خلاص بكون اخذت بقوتي، بس انا اقول بعده عند الله، لان انا ما اخذنا بفضل الله. لم يحقق هذا الرقم، واعتقد هذا الرقم سيبقى رقما قياسيا لن يكسر في ما وجاملك، والله ما وجاملك، بس حيوا هذا الرجال يا جماعه، والله يستاهل. اقسم بالله اقسم بالله. كل شيء له خطه مسبقه في عمرك، والحمد لله دائما يوم تشوف الحلال على وم، من شاركنا على وم واحد خلينا اعطامك على ومه، وشفنا ان طريقه طعمك في ناجحه وكملنا عليها طعمك. شرية بن غدير شرية، لكن على المنافسات داخل أرض الميدان. ها هي تخطف كاس الانتاج من هايلة بن حلوس الهايلة بفارق جزء من الثانية. صيرم يقعود لا يعرف الهزيمة، وراعي رموز مارس هوايته وأتى بالرمز 21 لفرسان البيرق، وسجل يا تاريخ ما فعله أبناء بن غدير هذا الموسم في الأرقام التي قد تصمد لسنوات وسنوات. نبارك لفريق عمل هذا الشعار الجبار فردا فردا، بداية من محمد راشد، مرورا بحمد وسالم وسعيد وعلي، وصولا إلى أصغر عامل في عزبة وشعار أبناء بن غدير، كذلك الحميدي الدينامو في هذا الفريق الواحد. اجتهدوا في تجهيز الحلال، لم يبخلوا بالمشتريات، أثبتوا أنهم ملوك الإنتاج، فكانت المحصلة كل هذا الإبداع والإبهار الذي نراه جميعا بأعيننا. فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل. اهل الهين جو المنافس بالركض زان، مهرجانات الميادين مهرجانات الميادين، حصد النتائج موعد احد، حصد النتائج موعد احد.
دعوة شعار الذي يؤكد يوما بعد يوم أن المنافسة هنا لم تبق نامت مع هذا الشعار. الله 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 مدعوم بملايين فكرة سمو الشيخ حمدان ليكسب رموز متعمين ليكسب رموز متعمين تحسب نقاط في كل ميدان يترشحون المستعدين ويظهر في آخر الموسم إعلان ويتسلم البيرق باليمين من يد سمو الشيخ حمدان. محمد راشد من غدير تحية لهذا الرجل وهذا الشعار. محمد راشد 160 نقطة 21 رمز وسجل يا تاريخ. إذن باكتساح وبجدارة وعن استحقاق في هذا الموسم ما شاء الله تبارك الله. سيف بن كليب يحافظ ما يزال على المركز الثاني ب 57 نقطة وتأتي النتائج تباعا في المركز الثالث. جوائزهم أيضا راح تكون حاضرة في آخر الموسم لكن شعار النيادي مع بن حمود الفارق بسيط ويمكن تصير تغييرات في آخر الأيام لكن كلهم فرسان اللي سجلوا في البيرق واجتهدوا ويعطيهم الصحة والعافية. أيضا شعار محمد زايد المنصور اليوم تقدم بعد حصوله على 6 نقاط في هذا أو 4 نقاط في شوط المحليات وتقدم كذلك في جدول الترتيب. إذن الكل حقيقة في البيرق نحن نسعد بتسجيلهم بمشاركتهم كما أطلق عليهم سمو الشيخ حمدان هم فرسان وشجعان في هذا البيرق والسنة القادمة راح تكون المنافسة أشد وأخطر وأقوى. تعليقك سالم متعرض على 160 نقطة على 21 رمز لبن غدير. والله تعليقي على البيرق والكونغرس حضرا حتى الإعلاميين كلهم توجهوا كل العالم الحين للهجن. نعم فهني محمد بن راشد بن غدير وأخوانه حقيقة وكل من يعمل في هذه الهجن هجن مرغم أمانة النقاط والواحد وعشرين رمز السبب الرئيسي اللي هو البيرق وتوفيق رب العالمين والإدارة حقيقة الكاملة اللي فيها حسابات كثيرة بما أن هذا الشعار وصل للمركز الثالث أيام التلة ولكن بالتخطيط بالمشتريات صحيح أمانة يعني رجعة ورجعة قوية حتى لو نلاحظ اللي قريبين منهم ما حد تحرك تراه هو في المقدمة وبفارق وهو اللي استمر يتقدم لأنه انحسم لا بشيء قبل أبو فاري بديتك لأنه في حسابات حاسبينه حتى على مستوى مهرجان الملك عبد العزيز الثاني والثالث ذخروا حلال شوف ما أخذ رموز ارتضوه في الصباح لليوم هذا لأنه أول شيء يعني لهم يعني حسب قربنا كل العرب يعرفون هذا المرغم أنا بخبرك ترى هذه هي عندهم البيرق بالإضافة إلى عندهم ميدان دبي مرغم بعد كذلك يعني لهم الكثير صحيح. فكان كل الحسبة اللي يحسبوها حقيقة نهنيهم على اللي وصلوا له 21 و160 والباقي حسابة تحسب مثل ما يقولون صحيح. باقي لهم ونحن بس إن شاء من الله. هذا المنبر أبو محمد إذا تسمح نعم. لي تفضل. نوعد هالبيرق كلهم المسجلين صاحب البيرق صاحب المركز الثاني والثالث والجميع وبأوامر سامية من سيدي سمو الشيخ حمدان بأن يقام احتفال كبير تاريخي لم يقام من قبل في تاريخ الهجن راح يكون هناك احتفال كبير بالتعاون مع الأخوان في لجنة البيرق راح يحدد له موعد إن شاء الله في ربما يكون بعد شهر رمضان ربما يكون قبل راح يتم الإعلان عنه أكيد وراح يكون احتفال تاريخي يليق باسم وراعي هذه الجائزة وبالمسجلين في البيرق والفائز بالبيرق وأصحاب المراكز الثلاث الأولى اللي انت منها طال عمرك من اللجنة أنه يكون الحدث الإعلان عن اليوم بفترة ليش؟ صحيح. لأن في جماهير من برا بيحضروا نعم وفي ضيوف بيحضروا على شرف هذا نعم. الاحتفال نعم. راح يكونون إن شاء الله موجودين وراح يشاركونا في طيارات البيرق تفضل أبو محمد
انا اتوقع بن غدير صار مدرسة. شوف عشان يثبت للمنافسين قال مسكروا النقاط من بعد ختامي الوثبة وبدأ ينافسهم بنقاط اخرى. اها وشلينا المية اللي حققهم في ختامي الوثبة من ختامي الوثبة حتى اليوم ياب 60 نقطة نافس بعد هذه لا. معناه نافسهم مرتين بن غدير. قال حتى المهرجانين فيه انت نافس. طيب انا اتوقع ان النسخة هذه من برق ناموس نسخة استثنائية بعدد الرموز اللي انحصد يعني الرموز اللي هن 21 رمز وصلا لين الحين ما اتوقع انه يعني تخيل ابو محمد لو ما في بيرق هل راح نشوف هذا الرقم من الرموز؟ لا طبعا البيرق زاد من استهداف المنافسين لاشواط الرموز وكذلك طال عمرك بعد احنا ما خلصنا يعني باقي الحول والزمول صحيح يعني يمكن يكون بعد فيها يكون مزيد من الرموز عند شعار مرغم يستاهلون. هني قائد الاول العمالقه حمد راشد بن غدير أيه. هو هذا يستاهل حمد حمد راشد صحيح صحيح حمد دامك هلو بنقول له حمد هلو طيب. سلام لندن سلام وتثمينا حتى لهذا الانجاز الغير مسبوق اليوم ايضا ومو بغريبه على معالي الشيخ سلطان بن حمدان هذا الرجل اللي يعني شهادتنا فيه مجروحه وقد ما نتكلم في هذا الرجل ما نوفي حقه ما شاء الله يواصل زياراته للمجالس وللعزب عزب المواطنين في المرموم واليوم زار مجلس محمد راشد بن غدير واخوانه الكرام في المرموم نشوف الزياره اخونا سالم بن حضير كان حاضر على هذه الزياره وكانت هناك ايضا كلمات من معالي الشيخ سلطان بن حمدان نتشرف فيها في برنامج اهل الهجن نشوف ونرجع. معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مرحبا طويل العمر وهاي الزيارة مو بغريبة عليكم تزورون أهل الهجن في عزبهم وتباركون لهم بالناموس ودعم هذا لأهل العزب طويل العمر والله نحن الجماعة يستاهلون ومن هذا المكان أبارك للأخ محمد بن راشد على الفوز بالبيرق وبالفارق الكبير هو واخوانه كلهم يستاهلون وان شاء الله ان نزورهم دائما مثل امسين وفرحانين ان شاء الله 21 رمز طويل العمر و160 نقطه سجلوا شعار بن غدير نعم. شعار مرغم طويل العمر نعم مثل ما قلت لك حتى غلبوا هجن الشيوخ في الرمود نحن الحين خلصنا من البيرق هذا والموسم خلص و الله يطول عمارهم حطوا بيرق حق المفتوح وبيرق حق الانتاج اما حاله في الحظ واحد في المفتوح بحالفه في الانتاج وهذا بحد ذات الدعم حق المفتوح واللي بيدفع وبيشتري ولا نسوا الناس المنتجين هل الحلال بيض الله ويهم على لفتها ولو بنشكرهم من يوم لمباشر نقول لهم كافين وموفين ونحل مقصرين شو محضرين ليوم السيف الناس تتساءل طويل العمر الرياسه نازله بثقلها ولا بعده مطايا طويل العمر لا ان شاء الله ان المطيه الصاحيه والجاهزه بتشارك بهدن الرئاسة إن شاء الله ما في مطية بتأخر إلا اللي مو بجاهزة الناس تخبر على مرضية وعلى شواهين إن شاء الله موجودات إن شاء الله شو مجهزين باكر في سنة الثنايا والله يا طول عندنا حلال وإن شاء الله الله يوفق العاصفة عندهم هجن قوية وبيكون منافسة قوية واللي بيفوز بنبارك له مشكور ابو حمدان مشكور على الدعم للاعلاميين البارحة زرت قناة تستاهلون وقناة دبي ريسنج تستاهلون ان شاء الله دائما ان شاء الله نحن وياكم ودعمكم واجب وطيبه واهله طيبه ما تنكر حتى الوفا واهله
يستاهلون شعار ابناء بن غدير الكرام. هذه الزياره مو بغريبه على ابو حمدان الله يطول عمره، دائما هو مع كل اهل الهجن يفرح لفرحهم ويستمع دائما لافكارهم ولاقتراحاتهم، بما انه هو الرجل المسؤول الاول في اتحاد الامارات لسباقات الهجن. نذهب للتحليل ونعيش معاكم ابداع شعار بن غدير في الشوطين، شوطين الانتاج. اعتقد لما تاخذ شوطين انتاج يعني بكار وقعدان، يعني بعد هذا اليوم يسمحون لنا هالمصانع، هالمصانع ندوم وياهم نعم ونشجعهم اكيد، لكن اليوم انتقلت ملكيه الانتاج الى مرغم. طيب طيب عشان الوقت بس اعداد مو هو بجديد هذا ها نعم قديم عندهم ما اسسوه ترى صانع قديمه صحيح آل بن غدير صحيح يلامون على الـ على رموز طيب الانتاج. احمد بالعضيلي عندك شوط الشريه واحد من الاشواط الجميله، شوط جميل فعلا اجتمعا فيه تعرف نهايه الموسم الحين واجتمعا فيه حاملات رموز سواء في الاشواط المفتوحه من مرور مجاز الزايد الكبرى الى مهرجان سمو ولي عهد دبي والوثبه، وكذلك اليوم صار اجتماع بين حاملات الرموز وصفات الرموز واللي حاملات المراكز المتقدمه على الرموز. الشريه كانت من البدايه يعني منطلقه وكان فيها يعني تنافس بينها وبين راهيه بالخزع، ولكن يعني يمكن اقدر اقول ان الشوط هذا شبيه بالنسبه لبن غدير بشبيه بشوط اطلال، يعني تقريبا كانه نفس السيناريو ونفس المنافسه ونفس طريقه الاداء. اعتقد انه الرمز الثاني هذا للشريه بعد الرمز اللي في ميدان الوثبه، وتغلبت اليوم على بكره صاحبه رمز مفتوح اللي هي بكرة بالحلوس ما حاصلها على في رصيدها رمز مهرجان سمو ولي عهد دبي اللي هي الهائلة، وكذلك بكرة بن غصنه اللي هي وصيفة الرمز في ميدان الوثبة. اليوم بكرة بالخزع للمعلومية يعني البكرة هذه من سنتين ما اشتركت، وهذا ثاني اشتراك لها هذا الموسم، اول اشتراك كان في ميدان السعوديه حصلت على المركز الخامس، وهذا ثاني اشتراك صراحه ادت اداء طيب. اليوم نقدر نقول ان الشريه يعني كشكل وكاداء يمكن من الحول نشوفها في اشواط الرموز في الانتاج من الارقام الصعبه اللي في السيف يعني نعم في السيوف من الاركاب اللي تكرر عليها الترشيح وهي تكرر الانجاز. برد عليه بالعضيلي يعني هذا الشوط ما يشابه شوط اطلال، أن هذا الشوط شوية تسرعوا على اللي يمر على الشرية، الشرية حركوها في مكان ما تتحرك فيه، بس هذا يدل على صمودته وقوته إرادته. يعني في خطأ كان في المساير اليوم؟ نعم. لا لا في حاجة لا لا لا, لا لحظة نعم. أنا برد على سالم. نعم. الشرية في الوثبة يوم تسبق وين محركة؟ بس ما لحظة زين خبرني. خلي يكمل صح. زين وين محركة؟ ما محركة من مسافة مثل هذه، لا هاي الليلة محركة من بعيد الناقة، لا 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 يوم الليلة محركة يوم من بعيد وهذا بين حدين ولا تسبق ولا تنسبج، لا يمكن بس البكرة عندها مخزون هذا اللي خلاها تصمد رغم الهائلة كانت تشكل عليها خطر. أبعد من تحريك الليلة ومن مسافة أبعد، لا الليلة تحركوها من بعيد. حد يتفق مع طلبنا طلب محمد راشد خلنا انه مش صار دقيقة حمد كيف عيد النقطة تفضل. في شو طال عمركم كانوا بيطلعون البكرة اللي وراء ايوه حركوها ما تهاب حركوا البكرة اللي وراء والبكرة شافوها ما ادت او انها ما هي في يومها واستغلوا موقع الشرية اللي قدام وحركوها وواصلت. تتفق مع ابن حضيرم ولا مع ابن العضيلي؟ والله ابن العضيلي كلامه غير وابن حضيري كلامه غير. ايوه انت تتفق مع ابن عارف ان كلامه انت هم كل واحد له كلام. طيب انا ابيك ابن حضيرم قال هو بينه وبينه ابن حضيرم شو يقول؟ انت ما سمعت ابن حضيرم شو يقول؟ شو قلت يا ابن حضيرم؟ قلنا استعيلوا عليها بكرة حركوها من بعيد بس بكرة فيها مخزون حافظت على اداءها. بالعضيلي قال لا، تتفق مع ابن حضيرم ولا مع بالعضيلي؟ لا انا اقول ان البكره اللي ورا اللي ما تهاب كانوا بيطلعونها يوم حركوا البكره
شافوا البكره ورا ما ادى. سؤالي واضح حبيبي الله يطول عمرك بس عشان لا تقول بعدين احنا تجبرني على ابن ما اجبرك ترى هذا راي وهذا راي تتفق مع ابن عضيلي ولا مع ابن الشرقي ولا مع ابن حضير؟ ابن حضير اقرب لكن ابن عضيلي بعيد كل البعد عن عن شو؟ عن التحليل اللي صار في الشوط. اوكي طيب طيب ما علي ما علي دقيقه دكتور جاك الدكتور خليه يهرج. لا لا دقيقه دقيقه انت مالك دعوه خليه يهرج انا اعطيني انا اعطيني اشوفهم طلق انت مذيع ولا انا مذيع دقيقه الحين الناس يلومون اليوم في الفاصل قالوا هيدا بخفوا على ابو سفر خفينا عليه بس هو ما يبى هو يتعبل روح شو عقب ترى ما رفعت ضغطي انا ما اقدر يا اخي ما رفعنا ضغطك اذا لا لا شبيته علي لا لا نحن نتكلم مع الجميع يا ابو سفر على خط واحد من الحياه توكلنا على تفضل حمد. شوف البكرة في الوثبة حركت من المسافة لأن مؤشرات الشوط كانت مصالح شرية وخطه كانت نشيط اللي حركوها من بعيد ويا الثاني بس اليوم كانوا ممكن أنهم يخسرون الشوط 90% كانوا بيخسرون الشوط والموقع اللي حركوا فيه البكرة ما شاء الله عندما حركوها بهجات بكرة وسرعت وكانت الهائلة يعني الدخول الهائلة عليها كان خطير هني حركت اظني من ابعد شويه من الكيلو بس من الوثبه يمكن ما شاء الله سرعت اخر طيب. اخر كيلو ونص طيب ممتاز حمد هذه كنقطه بس انا بضيف نقطه تفضل انا بعدني مصر انها في الوثبه حركت من مسافه ابعد من من شوف. من مسافه المرموم هذه نقطه. النقطه الثانيه بن غدير لعب بورقه الشريه وورقه ما تهاب فاللي موجود في الشوط حطه بين نارين اذا راق الشرية يخاف انه تلحقه ما تهاب واذا تاخر عند ما تهاب يخاف ان الشرية تبعد منه طيب فهو طيب. اقدر اقول انه حاول يلعب بالاوراق في الشوط دقيقة. ويتحكم في الشوط دقيقة احمد قال نقطة بن حضيرم قال نقطة حمد تكلم ابو سفر ياني مسج على الواتساب من احد اعضاء فريق مرغم المعتمدين ايوه المعتمدين أيوة. دقيقة ايوه دقيقة هذا راعي المطية ايوه اوكي طبعاً. احد الاعضاء قال يتفق مع ابو العضيلي في الراي راي ابو العضيلي صح زين شكرا انا اقول لك نعم شكرا بس انا حبيت اقول لكم المعلومه لا بس انا وجهه نظري مع ابو العضيلي يعني حمد واحمد احمد جزاه الله خير بدا وحمد وافق الراي وفصل فيها فبن حضير انت كلامك غلط لا انا لا كلامي قال عمرك العرب حركه بكره يبون ما تهاب تلحق بس ما تهاب ما ظهرت بالصوره طيب هذا راي هذا واحد من اعضاء الفريق يقول لي بس احترم رايي انا بس انا رايي ما عليه واحد من اعضاء الفريق تفضل احنا شفناه بعيوننا شفنا ما تهاب تحرك يا اخي ما عليه دقيقه ليش استنى كلام اختلاف اراء يا حبيبي يعني لازم انت صح وغيرك لا بس احنا شفنا بعيوننا احنا شفنا البكر اللي ورا تحرك كيف عيب رجولهم يشوفون تحركت يشوفون بعيونهم يا اخي يا ابو سفر الله يرضى عليك قول رايك حبيبي ما حد بيعارضك بس قول رايك جاني انا مسج من احد اعضاء الفريق قال كلام بالعضيلي صح شكرا اذا انت ضايقك هالشيء تحسس هذا على محمد الرباشي واحد من اعضاء الضابطه في الوثبه بكره محركه من المسافه ما انا طري مركاب الوثبه انا طري مركاب الليله حركوها ما عندي دقيقه عشان يكون كلامنا بس واضح ونقاشنا حضاري تفضل سالم اول شيء موضوع الاشواط الوثبه او هني هذا يختلف تماما كيلو وين او كيلو 600 اليوم نعم انا اشوف كلام بن حضير من الاقرب بحاجه طيب. لو المطيه كان يقدر يكمل الين كيلو 400 الين كيلو 200 وهي في وضع طيب يعني الناقه مستلمه ما عليه دقيقه هي. بس كان لو من كيلو 200 يمكن افضل بيكون بس نعم من كيلو 600 دخل الخطوره عارفة. عليه اكيد أيوة. نعم يعني كان مش ملزوم انه في نفس الوقت ممكن أن يخسر لان البكره كانت في وضع طيب وكان يقدر يواصل الين كيلو 200 بدون ما تهاب تي ولا ما تي هذا موضوع ثاني لكني اكثر ويا بن حضيرم انا من المكان نفسه حلو ما في مشكله لو واصل شوي احسن نعم ما في مشكله هذا حقك واعطينا وجهه نظر في النهايه والجمهور واللي يختار من دق عليه احنا نطلب تدق عليه ما علي دقيقه بس خل بالشرقي لان ما اعطيته فرصه انا اقول لك كلام الاثنين كله صح راي بن حضيرم وراي بن عضيلي وحمد نعم بخبرك ليش الطريقه ايوه بن غدير استخدم نفس الاسلوب اللي استخدمه في الوثبه وهذا الكلام اللي قاله احنا اوكي نعم استخدم نفس الاسلوب لكن كان بكبده هذا خساره رمز الليله تشوف الهايله كيف وصلت صح. كان بتكبده صراحه حمد قال نفس الكلام اقول لك بتكبده خساره لكن الناقه باينت ان عندها مخزون وتحملت ابو سلطان تفضل حمد قبل الترشيحات دقيقه حمد عنده شيء بس اخر مداخله الله يخليك عليه مؤشرات الشوط في الوثبه كان شبه مضمون عند محركه والناقه انا الحين شفت الرابط كانت ناقه بن حموده قربها والناقه ابعدت
بس اليوم الثنايا المنافسات مثل الهايلة وبكرات طلعن ما شاء الله بمستوى مستواهن الاعتيادي مستواهن الطبيعي. الهايلة في رصيدها رمز، واليوم طلعت مستواها، ممكن طلوع الهايلة مستواها والذهيبة بكرة بلملح المري أو وراهي بكرة بالخزع هو اللي كان ممكن أنه طيب يقلب النتيجة. طيب بس هل بسألك سؤال بيني وبينك الحين على هو بس الحين إذا أنت راعي المطية مو بأعرف عن الكل بطاقتها وإن البكرة ما تسلم ولا تسلم، مو بنت أدرى فيها طبعا. طيب هذا الكلام أعرف بحلاله، هو أعرف بحلاله وعرف كم بتحمل متى بتسير متحمل منافسه. بس مرة بس ممكن صح وارد يمكن تخون وارد بس وبينه في الشوط بينه أنا عطني الترشيحات اللي ذهب مع الشرية فقط الدكتور سعيد بالشرقي وسالم متعرف فقط الاثنين، فاتتنا هالنقطة ولا هاي بتنفعنا كانت ولا كان بروح اليوم روحنا عنكم السلطان هي ادري اقول لك عندي سؤال للدكتور تفضل. لقيت جماعة في العزب يتخبروني قالوا تخبر الدكتور دكتوراه عندش فيه دكتور بشري دكتور والله ما السؤال مو ما ينقال على هو هذا والله حشروني يعني شو يعني شو انت اخترعت الذره انت ابن حضير لا عشان الجمهور الكلام تكلمنا فيه انا والله ابو محمد وبامكانك ما ترد بصراحه لان سؤال اشوفه شخصي لا 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 دكتور قد تكلم في الموضوع ايوه تكلم في الموضوع صح انا عندي هم ما يتابعون هاي مشكلتهم هذا حشروني انا عندي حشروك اساله قبل سأله نعم لكن بسلطان أنا اللي بالحضيرم واللي سألوها أقول لهم أنا عندي دكتوراه في الإدارة نعم عيض الله وين وهذا السبب أنا عارف أغير المواضيع كلها بأسلوب عيض الله وين إداري ذرك أبو محمد زين وبشركوا عندنا أبو سفر خريج إدارة بكالوريوس ما شاء الله في السعودية بس ما يرطن إنجليزي المفروض دكتور الإدارة هذا مفروض ما يسمونه دكتور ليش يسمونها يشوفوا لها اي اسم ثاني لان دكتور احنا نعرفه جراح سوي عمليات لا مو بشرط لا مو بشرط مو بشرط مو بشرط هاي الشهاده اسمها الدكتوراه دكتوراه شوف الحين لا 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 بس انا بقول ابو السفر في الاداره في بكريوس في ماجستير في دكتوراه انت الحين قاعد تعطيه تسلسل اكاديمي تسلسل اكاديمي اما عمليه ما تعرفون انتم الا اللي يعالج الدكتور لا هاي فكرة ثانية صح دوم مريض ايه الدكتور مو بس حق المرضى ابو نعم عطني شوط وبين انه دكتور هو اداره طيب عطني شوط يتملس بسرعه ويدخل من سرعه طيب ما علي عطني شوط الصيرمي الاحاديث الجانبيه ترى ما تفيد المشاهد وايد عطني شوط الصيرمي ما شاء الله تبارك الله على شوط الصيرمي الصيرمي ما يبقى تحليل صحته في البطان لين حامل الخط الغالي شو نوعيته ابو سلطان هذا اسوأ بعيد اسبق بعيد اللي شفناه الحين في الثنايا في الانتاج هو الانتاج مفتوح صار بشوتر ما خلص ما صح هو نمبر 1 اي نعم قعود هذا الشبوك شو سلالته ابو سلالته الفارس فارس نعم صحيح الفارس القعود ركوض وركض رهو ما شاء الله ما يتكلف في الركض الحين انا حضرته كم من مركض ما يتكلف ما شاء الله يركض برهو ما شاء الله يسبق سبق برهو يعني المشارك اللي عنده ما يخلي له امل سبقه ما شاء الله الحين هني محمد بن راهد واخوانه على هذا الفوز والناموس فوز الصيرمي ان شاء الله استاهل علي بن راشد مالك الصيرمي نعم راعي وايد ناس عندهم انتاج ابو سلطان وحدوا منه راحوا في اشواط ثانيه اي نعم يقعد هذا صعب لانه مصنف في المفتوح اي نعم يعني مصنف مفتوح فالانتاج كيف بيكون؟ لو يحصل منه في التيم اكثر ارتيم هيثم طيب خل بس دقيقه نشوف الترشيحات ما شاء الله اوكي واضحه يا جماعه اي نعم حاضر شوف انا تكلمت عن القعود هذا قلت لك تجرب في كل الانواع وفي كل الفئات يعني في العزل وفي المفتوح وفي الانتاج وفي الاشواط العامه المفتوحه وقعود فيه ميزه ان شاء الله الله يتاقي عليه ويبارك الهلا فيه خف وزنه يمكن الحول يكون في اداء في مستوى هذا وبعد ويعطي اداء افضل صحيح انا قلت انه خليفه نبه امس صح امس قلت انه خليفه نبه بيض الله وجهه ما شاء الله تبارك الله ياخذ رمز والعصاف البطان صحيح هذه بعد قعود اليوم بدا يتالق انت متابعنا بدا يتالق قلبه طيب ما عليه اخوان عشان الوقت بس لان عندنا كشوفات بعد اصحاب السمو الشيوخ قبل ما نذهب للكشوفات الدكتور بالشرقي قبل 3-4 ايام كان له اقتراح طيب بالنسبه للتبرع بالدم وفي تفاعل رسمي كان بعد الحلقه من هيئه الصحه في اماره دبي وخصصوا لكم سيارة كاملة راح تكون موجودة بكرة في المرموم
مو بس للمحللين، لكل اهل الركض اللي يبغي يتبرع بدمه. وعندنا الدكتوره مي من بنك الدم، مسؤوله بنك الدم، معانا على الهواء مباشره، عندها مداخله هاتفيه. حياك الله يا دكتوره، وشكرا على التواصل والتفاعل الدائم مع وسائل الاعلام. حياكم الله، الف اهلا وسهلا فيكم. الله يحييك يا دكتوره. دكتوره، يمكن قبل ما نتكلم عن المبادره اللي راح تكون بكره، كلمينا بشكل عام عن فوائد التبرع بالدم. نعم استاذ هيثم، التبرع بالدم هو طبعا عمل انساني نبيل، لانه لحد الان لا يوجد بديل لدم الانسان. سبحان الله. والمرضى في حاجه الى دم في كل دقيقه. ومن فوائد التبرع بالدم هو انه يزيد من نشاط نخاع العظم، حتى ينتج الجسم كريات دم جديده تكون نشيطه. نعم. ويساعد على تقليل نسبه الحديد الزائد في الدم، خصوصا عند المدخنين. أه. يرتفع نسبه الحديد، فيكون شيء صحي بالنسبه لهم انه يتبرعون بالدم بصوره منتظمه. بالاضافه لانه التبرع بالدم المنتظم يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية. يا سلام. وفي كثير من الفوائد، دائما المتبرعين بالدم المنتظمين يتبرعون بصورة منتظمة، يعني كل شهرين ممكن الشخص يتبرع بالدم. لازم انهم يصيرون خفيفين، وانه يحسون بصحة، وانهم نشاطهم اكثر. يعني طيب ممتاز. لازم يعني كل كم دكتورة، كل شهر ولا كل ثلاث شهور؟ لا، كل شهرين استاذ هيثم الرجل ممكن يتبرع دم، يعني كل خمس مرات بالسنة. حلو دم. شفت نعم. سمعت كلام الدكتوره بسعيد. نعم. تحس عمرك خفيف اكيد تغير. نعم. ها في 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 عندنا مداخله بس من اخونا الدكتور سعيد بالشرقي. نعم. مساء الخير يا دكتوره. تفضل ابو محمد. مساء الخير. اقول في عندنا الحمد لله مثل سالم بالحضيرم عنده او ماينس، فمعناها اكيد انتم محتاجين هذا، صح ولا لا؟ دراك انه او ماينس الغالي. ايه طبعا. الاو سالب هو من اصناف الدم القليلة الوجود النادرة في حالات الطوارئ. نعم، نحتاجها في حالات الطوارئ والازمات. ايه. لما تكون حالة المريض عاجلة ما يلحقون يسوون يعني فحص المطابقة. فيعطون الاو سالب. ممتاز. دكتورة انت تابعتي، ما اعرف اذا تابعتي بن حضيرم قبل. اصلا بن حضيرم شخصيته نادرة، هو اساسا بشكل عام نادر، مو بس دمه. خلص منتظرة باكر ان شاء الله. سيارة دكتور طيب. الف اهلا وسهلا فيكم. في استفسار عندنا بس من اخونا من المملكة العربية السعودية، الاخ عايض بن سفر البقمي. تفضل يا ابو سفر. مرحبا يا دكتور، همسيت بالخير. الف اهلا وسهلا، مساء الانوار. دكتور، انت اول تقولي انها تنشط الجسم، هل اللي يتبرع انه يتنشط ولا اللي ياخذ دم يتنشط؟ اي واحد؟ لا، اللي يتبرع بالدم استاذي يتنشط، لانه يقلل من كثافه الدم بالجسم. فالشخص يحس بروحه خفيف ونشيط ويحس بايجابيه. يا سلام. نعم. أبشرت أبو سفر ما يحتاج يتبرع، لأنه هو خفيف ونشيط ويحب الإيجابية. زين. طيب. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير. في سؤال عندنا بعد من أحمد. شو الفرق يعني على الجسم أو الانعكاسات بين الفرق يعني بين اللي بيتبرع ولا لا؟ بين المتبرع وبين الشخص اللي يقوم بالحجامة. الحجامة هو سحب دم من مكانات معينة بالجسم، بس بتكون من الدورة الدموية الرئيسية. لكن التبرع بالدم ينسحب الدم من وريد، وهذا الدم اللي هو الدم اللي يلف في الجسم من خلال الدورة الدموية. فطبعا الحجامة لها فوائدها، بس تكون دائما في المنطقة اللي تنعمل فيها الحجامة. لكن التبرع بالدم كل الدم اللي موجود في الجسم راح طيب. يصير في تغيير طيب. ويتم تجديد خلايا الدم. زين دكتور، اخر مداخله لنا برنامج بينزل برنامج الصحه والحياه. لا دكتور، انا بسالش. انا طيب. بسالش. ايوه. للشخص المريض كم يونت ممكن يعطونه مره واحده؟ 10 5 4 حسب حاله المرض، يعني اذا لا سمح الله مثلا ما في عنده نزيف. ما عنده نزيف. إذا ما عنده نزيف. في حالة مثل فقر الدم، قصدك مثل الواحد يكون عنده فقر دم؟ مثلا عنده الهيموجلوبين 7 أو 8. لا،
اللي هو فقر الدم. يعطوا يعني حسب يعني قد فقر الدم، مثلا اذا يكون نسبه الهيموجلوبين عند خضاب الدم 7 غير عن اللي يكون. طيب هل خضاب الدم مثلا 10؟ جزاك الله خير. هل تزيد كميه الاكسجين عنده ونشاطه يكون احسن؟ طبعا هو كرات الدم الحمراء تنقل للمريض لانها تحمل الاكسجين. دكتوره لا 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 دكتوره انت ما فهمتي السؤال، بس انا عشان اوضح لك اكثر، هو سؤال حق اريد به شيء اخر. اخوي على قولة ابو فري تو يخبرني يبغى يقيس على المطايه اي على الهدن يبغى الدم للدجن حتى يضغطون اسرع. يعني معناه من كلام الدكتوره ان اعطاء الدم للناقه ما يضرها، يزيدها نشاط وحيويه. طيب الحين لا تدخل الدكتوره في متاهات ثانيه. دكتوره يعطي لا لا دكتوره ما عليك، يعطيك الصحه والعافيه. بكره موعدنا باذن الله الساعه 12 الظهر في الدوره الكبيره، راح يكون في تنسيق معاكم من قبل النادي، ونشكر نادي دبي للتعاون. بكره من الساعه 12 يا اخواني حتى نهايه الركض السياره راح تكون موجوده، اللي يبغى يتبرع بالدم يا حياه في سياره هيئه الصحه بكره من 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 بنك الدم في اماره دبي. شكرا يا دكتوره، يعطيك الصحه والعافيه. شكرا شكرا. والله بيني بينكم انا بديت اشك في كلام ابو سفر، طلع الرجال دكتور بعد في ترى ماسك مختبر هو في المستشفى الجيمي كان يشرف على المختبر في مستشفى الجيمي كان عنده خلفيه كامله، عنده خلفيه طبيه. نعم لا لا نعم نعم كان مدير مستشفى العين ترى ولا سعف. وفوق وفوق هذا انا كنت فني في المستشفى. ها ما شاء الله، يعني انت اساسا الخبره اللي اكتسبتها من عملك في المستشفى. لا البكريوس عندي كيمياء احياء ما شاء الله. اي نعم بعدين اخذت ماجستير في تنظيم الاداره واخذت دكتوراه في الاداره. ممتاز. ابو سفر انت بعد في المستشفى؟ اي نعم نعم. في اي قسم تشتغل؟ شغالين في الاداره. اي نعم معناها ممكن لو جاي يكون موظف عندي. طيب لا يقوله هو استقاله على طيب. من المرموم اليوم الى المرموم يوم الغد، وما ادراك ما ينتظر الميدان الذكي يوم الغد. فبعد المستوى الذي شاهدناه في الرقص مع كبار الثنايا اللي هجن الجماعه اليوم، ستكون نفس الرقصه يوم غد ولكن مع هجن نخبه النخبه المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ، واربعه رموز في الانتظار ابرزها بالطبع كاس الكؤوس الذهبيه في الشوط المفتوح للابكار. عموما وقبل ان نعرض الكشوفات الخاصه بالمشاركين في اشواط يوم الغد، دعونا ننعش الذاكره بالفائزين برموز اشواط الثنايا في ختام المرموم الموسم الماضي. أعلنت الانطلاق لكأس الكؤوس للثنايا الابكار، انطلق الشوط المفتوح 8 كيلومترات. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو كأس الكؤوس للثنايا للثنايا. وقت الشدايد ما له إلا الرجال زايد. تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. يتابع إذا هذه الإثارة ونحن نقترب هنا من الأمتار ونقترب من خط النهاية. الله 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 الله، التهاني والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على تفوق الوارية. ما شاء الله بطلة كأس المحليات هنا تتواجد. سعيد بن محمد بن مروشد مشكور مشكور، سلام التحية، سلام الأداء، سلام ما شاء الله. تهانينا إلى هذه اللحظات المميزة والوارية. السلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز للثنايا الجعادين لأصحاب السمو الشيوخ والأمراء. يا سلام على هذا الأداء، على هذا المنبر الجميل. تهانينا إلى المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على فوز هجن الرياسة وعلى الذي تقدمه هجن الرياسة في كل مكان وفي كل زمان. ألف وميتين على خط النهاية، 1200 مشاهدين الأعزاء. سلام هجن زعبيل، سلام تحية واحترام ومساء الخير.
إذا كما تابعنا كان هذا بالأمس القريب في الموسم الماضي، فيوم الغد هل راح تتغير مع تغير الأسماء، هل راح تتغير نتائج؟ أكيد سوف نتابع يوم الغد، لكن قبل أن نتحدث عن الحظوظ يوم الغد نتابع الأسماء الحاضرة غدا في الأسماء النخبة في هجن أصحاب السمو الشيوخ والأمراء. أبدأ مع هجن العاصفة صاحبة الأرض والجمهور والمضمر غياث الهلالي، يشاركون بروعة العزرة الوارية الغويصية النويعس مذيار وعد وشواهين. أذهب لهجن الرئاسة الشعار الأحمر الخطر مع علي بن يمير الوهيبي في التضمير، هناك سيوف حضور بلاغ شرف خوارة مع محمد عتيج بن زيتون، هناك ثمينة شواهين وشقرة. كذلك مع نفس المضمر هناك عالية مع هجن الرئاسة مع محمد عتيج بن زيتون. إذن بين الرئاسة وبين العاصفة تدور رحى الإثارة والتنافس. مذيار وليس مزيار شباب، بحرف الذال وليس بحرف الزين. أحمد بالعضيلي ذهب مع شواهين لهجن الرئاسة مع محمد عتيج بن زيتون، وكذلك حمد بطيل غفلي. أما سالم متعرض ذهب مع العزرة، انتوا عكستوا العذرة سميتوها، هي العذرة سميتوها العذرة. تعال 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 بالشرقي شو مرشح ثلاثة سامي لحظة أو شو حاط العذرة ومذيار وعالية. تعال تعال رد علي يا عبد الله، كيف دكتور انت رشحت ثلاثة سامي؟ والله تبى الصدقة عشان مثل بن بيشان ما يتكلم علي وغيره بقفلها. زين ويتكلم على ربعك عادي؟ لا انا ما اتكلم على ربعي، لكن انا بقفلها انا هذيلا ممكن وحده منهم تاخذ الرمز. عيد عيد النقطه بس لان المخرج ما قطع عليك يوم تتكلم. لهالطريقه انا اقول ايوه يمكن تقريبا هذه ميزه في دبي ريسنج بعض الاحيان تعطي المحلل الحريه. ايوه يرشح ثلاث، اذا شو ذنب ربعك المحللين يرشحوا هم وحده وحده تكفي ما يبون. بس لا هيثم انا ملاحظ شيء بالحلقه هذه ليه؟ في الله يدوم المودة بينك وبين بالشرقي، فيه تعاطف بينكم لا والله لا لا هو أول كان يرشح وحدة يبعد ويبهر بثنتين ثلاث. لا لا بنلغي الحين صار يحط لهم ثلاث. لا لا أبو سمر ورفجك أول لحظة بنلغي ترشيحة فارق. طيب ولا يلغي ترشيح ولا أنت ترشح أربعة أعطيك أربعة خمسة أعطيك. شوف هو أول كان يرشح وحدة ويبهر بثنتين ثلاث الحين صار يحط ثلاث مرة وحدة من شر حاسد إذا حسد. زين لا دكتور أبغيك تعطيني أسم يلا ما عليك طالبينك عاد من ربعك عشان تكون بروح مع عالية. عالية لهجن الرئاسة لهجن الرئاسة من ترشيحاتكم حمد. بكرة في تنافس شديد بين شوف بين المؤسستين يعني قسمت اليوم الترشيحات بين العاصفة والرئاسة. شوف نحن ممكن انا وانا قلت هالشيء قلت فيه تفرد شفناه في اللقايل بكار عند العاصفة. نعم وفيه تداخل وتوازن في سن الإذاع وحتى في سن الثنايا. عندك اللي هي شواهين الهجن الرئاسة العام صاحبة الرمز وعالية وصيفتها اللي هي الماردية سابقا، وكذلك في بكار عند هجن العاصفة روعة والعزرة والوارية والغويصية شفنا شعار هجن العاصفة وصيف الرمز في مهرجان سمو ولي العهد، خذوا الشوط الرئيسي في الصياهد كذلك الشوط المحليات في الوثبة، فالحضور بيكون بنفس المستوى. أوكي إخوان عشان الوقت بس أنا بروح عند محمد فري، وفري وين يروح ترشيحك؟ بروح مع شواهين بن زيتون. ليش؟ رأيت الرمز السنة اللي طافت في وين؟ هنيها؟ في المرموم ولا؟ ماخذه في المرموم. المرموم ها؟ اي نعم. شو توقعاتك بكره للشوط؟ والله الشوط بيكون قوي ونتمنى التوفيق للكل والجميع. وانا اروح مع شواهين. مع شواهين؟ نعم. انا اقول ابو سلطان في حرق اوراق كثيره مش شوي كثيره جدا. لكن اتوقع ان الانفراد بيكون من الكيلو الاخير للصداره. أنا أتوقع خطة جديدة بتقدمها العاصفة بكرة. كيف؟ خطة جديدة بتقدمها العاصفة بكرة. كيف؟ يعني شوف. كالعادة دائما يقدمون مطايا جديدة مفاجأة للجمهور. أيوة. خطة جديدة تبهر أهل الهجن وتعلمهم
طرق جديده في الركض. مثل شو انزين الخطه؟ والله خطط كثير سوتها. لا عطنا خطه واحده بس. ما بيكشف الاوراق. اكشف اوراق الخطط صعبه هذه، لكن يعني في خطط عندك... لا فعلا في خطط قدمتها هجنا طيب. العاصفه احنا تعلمنا منها. صحيح. في احراق اوراق، في طلوع هجم من النص، في بعد مواصله قدام. ولما يعني... سالك انت تعرف شو كنت ترد عليه؟ كله ما اعرف خطة عند العاصفة مش عندي. انت عندك عندك خبر بكره عن خطة العاصفة؟ لا والله ما عندي خبر، لكن تابعت انا تابعت يعني، لانه سؤاله يبغي وهقك عرفت يا رجال. ما لا قال خطه جديده بتقدمها العاصفة، قلنا احنا نستفيد منها. ويتوقع يتوقع ويتوقع ان في خطه جديده. توقع توقع من حقه. هذا الشوط الثاني شوط زي ما توقع عن ثلاث مطايا، احنا نتوقع خطه جديده. طيب نشوف الشوط الثاني المحليات مع هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي. هناك مهمة الهدة، ديرة، كيف، الضبي، سياسة، شاهينية، شوهي. في هذا الشوط أذهب بعد ذلك لا وجود لهجن الرئاسة إلا بثلاث أسماء، عفوا في ثلاث أسماء مع محمد عتيج بن زيتون، هناك زعفرانة وفزعة، والمضمر أحمد بن مطر بن مايد الأخيري، هناك روعة مع هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك الشاهينية الشكلة الوارية، وهجن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع المضمر ماجد محمد بن حمد البريص المري مع التنها. التنها ولا التنها؟ التنها 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 روضة التنها. هي تنها روضة التنها هذه مرينا عليها صح؟ هذه نعم اي نعم. انت ودتنا اي روضة خريم؟ احنا رحنا الخفس وروضة التنها اي نعم معروفة. صح صح صح, صح, صح. طيب ما شاء الله الشاهينية لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد، يذهب معاها سهيل بطيب بن غراب، سالم بن حضير، أحمد بن عضيري، سعيد بش... ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الكل، والله الكل راح ما عدا بن متعرض. تعالوا خلنا ناخذ ونحط بن متعرض على خانة اليك ونقول له ليش الهدى يا أبو محمد. والله بكرة حزم ما شفنا هجن العاصفة في المراكيض الأخيرة خاصة في هذا السن عندهم في البكار منها، لكن يمكن في تغيير اسماء، لكن منها انجاز ومنها الضبي، فكذلك الشاهينيه حقيقه ما تنظلم بكره سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من الحلال اللي ترشح. طيب. التنهاه ثالث على الرمز في اخر اشتراك لها، فالحلال بكره بيكون فيه، لكن على كثره الحلال اللي موجود في هجن العاصفه، وطبعا حرص هجن العاصفه على المستوى اللي يقدموه. طيب انا رحت مع انا ابغي حد يكلمني عن الشاهينيه، شاهينيه حمدان بن راشد، ابغي واحد بس يعطيني كلمه عن الشاهينيه. اللي رشحه تفضل اللي رشح الشاهينيه. اعتقد اعتقد سابقه في الوثبه ولا شاركت في المملكه. اها العام ماخذها. طيب انا بس اسمحوا لي بس بالمناسبه شوي، نبغي نمسي بالخير على الاخ العزيز الغالي اخونا الكبير محمد بن مروشد، وإذا يتابعنا الحين ما أعرف الوقت في كوريا يمكن الوقت متأخر، يمكن يوصل له المقطع، ووصلوا له سلام كل المحللين. نعم. باسم برنامج أهل الهجن أتمنى لك إن شاء الله السلامة والصحة والشفاء العاجل والشفاء العاجل يا أبو سعيد. آمين. وترد لنا سالم، يتنا أخبار طيبة. آمين. ويا رب الله يكرمنا ويفرحنا بوجودك بيننا إن شاء الله قريب. إن شاء الله. وأنت عزيز وغالي ومكانك خالي يا أبو سعيد، الله يشهد أني أنا أحبك لله وكل الإخوان يبادلونك نفس الشعور. ارجع بالسلامة إن شاء الله. نعم 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 محبوب عند العرب كلهم أبو سعيد، فالله يردك بالسلامة إن شاء الله يا أبو سعيد. أبو سلطان في ثنتين هنا لازم نذكرهم. تفضل. ممكن أن تكون هن اللي مؤثرات على الشاهينية. نعم. سياسة عند العاصفة، وعندك زعفرانة عند الرياسة. عند بن زيتون. هي العام زعفرانة العام ماخذ الرمز، وامس اعتقد يا ثاني في السعودية. نعم ممتاز. هذا بالشوط الثالث، شوط الشوط المفتوح. ابو فري ما تبى تخبرها انت. تعال ما اخذنا ترشيح ابو فري. عفوا عفوا عفوا. اوكي اوكي برجع له برجع له. خليته اهلي شلون انا بعدين غزه بعدين. لا 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 ترى ابوي ما في على ترخيصاتك ابو فري. هجن العاصفه ما شاء الله تبارك الله في هذا الشوط مع المضمر غياث الهلال، تشارك بمصبح وشاي ومرزام ولزيم والصيرمي وعجيب ومنجز وشاهين. هجن الرئاسه مع علي بن يميل، تشارك بمسعف والطاير ومع محمد عتيج ولا وكذلك النصر وهملول وأشقر ومحمد عديج بن زيتون، هناك ذيبان اسم واحد في هذا الشوط. الرياسة واحد بس. انتو حطيتوا ترشيحات الشوط الثاني. ايه اوكي يبون ياخذون ترشيحك الشوط الثاني. بو فري بو فري
انا بروح مع زعفران. مع زعفران ها؟ نعم. زعفران الرياسه مع المضمر محمد الهيج بن زيتون. طيب انت انت شفت الكشف اليوم معانا ولا شفته قبل؟ لا الحين شفته. الحين معانا ها؟ اي نعم. تمام. عطني ترشيحات الشوط الثالث. عجيب 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 صاحب الرمز. لكن سالم متعرض يذهب مع شايم. انا شايم الليله. ها؟ شايم ها؟ وسعيد بالشرقي مع اشقر الرئاسه مع المضمر علي بن يميل. خلينا ناخذ بس ابو فري يغششك بالحضير ما تبدا ما غشش الا يتخبر ينشده ينشدني انا الشاب ما صديق قديم هذا الغالي شيء من ايام الحنيش يوم يقيض عندنا في العين الغالي فتحت لنا الحين الحنيش بالغرابه يرد عليه ايه بقوانها مال الغربيه الحنيش لك بيطري لك صوغان بعد ابو سلطان متعصبين ترى نعم تفتحون الموضوع كابون احنا ما يدين احنا قلنا صوغان سالونا شوف صوغان في تعال اسمع بالغرابه شوف في همس يرشحون السلالات في جروب من الجروبات وقلت له ان بغيته الزمول المتصدره اللي يثبتن ويثبتن جداره في المسافات الطويله حطوا صوغان والمسافات كلها حطوا هملول لا تنسى بعيرنا جبال غالي حملول خلاص الحين لا تجوا تسوقون حق الزمول خلنا نخلص ليش نسوق؟ ما انا ما عندي زمول اسوق لها لا مو بنت مو بنت هو قال لك لا تنسى بعيرنا جبار بعيره خلاص بعيره ايوه عشان انت تسوق لها بطريقه غير مباشره الحركات زين عطني ترشيحك والله علومه زينه هو فرج والله بس انت يحامي عنك انا بروح مع عجيب معلومه زينه يحامي عنك بروح مع عجيب مع عجيب رقم 11 معظم الاسماء مع عجيب دكتور عجيب لو لو ركض بنصه لو ما كان في مستواه بياخذ الرمز انا تبى الصدق دام الفرصه لا محتار من هملول واشقر بعد يعني ما تحط حتى عجيب في الفيلا عجيب هو الخطير لكن هذا لما اخذت الرموز امس شو قلت انت اسمع شو يقول لك بصفر بس اقول عجيب لو ركض في نص مستواه يعني ولا كان مختل ولا شيء بياخذ الرمز هذا اذا ما كان يعني في يومه في يومه والله شوف انت لا تقلل يا ابو سفر من مستوى المطايا الباقيه سمعت لا لا ما اقلل بالعكس هذا شوط رمز وشوط مؤسسات قويه لا انا اشيد بالقعود اشيد بالقعود هو كفو سبوك يعني وكل شيء لكن انك تقلل من مستوى لا لا لا, لا, لا نص مستوى لا معروف اذا ما معروف ان الهجم كل اللي مشارك باكر باكر اذا بيسبق عجيب لازم يكون في مستواه واقوى من مستواه يعني كلامها دقيقه قعود قوي وكفو انا ما اقلل من مستواه بعض المطايا تجحد لكن بكره علشان يسبق عجيب لازم يكون في مستواه واقوى من مستواه انت راعي مطايا انت راعي هجن الحين ابو فرج في بعض المطايا تجحد الخله لو كان فيها خله ولا شيء تواصل لا لا مو في الشوط وتروح مو صح ولا لا مو في الشوط هذا اللي يجحد الخله لا والله فيه مو في الشوط لا لا بيجحدون توك تمدحه صعب توك تمدحه انا بدل على الدرب لو يصد شوي لا يعني لا والله يعني شوي المقصد شوف هو توك تمدحه عيل تقول كل واحد وله فكر كل واحد له فهم انا ماني مسؤول عن ما يفهم هو ولا ما يفهم اي واحد يعني تفكيره سلبي ولا يحاول يشحن لا انا كلامي صريح وواضح هو كلامه صريح واضح لا هو فهم هو فهم طريقة يعني فهمه بطريقة خاطئة ايه فهم انت كلامك واضح انا اعتقد كل المحللين والله اني ما حابيه يعني على حد ودك دقيقة انا شادل بالقعود قلت لو عجيب يؤدي نص مستوى بيسبق بكرة هذا الكلام منطقي يا اخوان ولا لا لا تسأل اللي يقول منطقي بعيدة لحظة اللي يقول كلام بسفر دقيقة اللي يقول كلام بسفر غير منطقي في هالجملة بعيدة اسأل سعيد اللي يقول غير منطقي غير منطقي انا اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة شلون حلو يعني كلام منطقي بكره عجيب لو نص مستوى يسبق احنا نقول لو يجيب 80% مستوى ها بيسبق ها انا نعم. اقول قصد ابو سفر ان عجيب بلس كان يبغيه بلس يعني يعطيه يعني كلهم رشحوه أيوة. بيعطي اضافه ويعطي اضافه ايه. بارك اتوقع اذا الكلام هذا ابو سفر اللي انت تتوقعه عطني مركاض واحد العجيب انت شفته انت وش تبغى للحين عطني مركاض واحد العجيب وش تبغى الدكتور انت هالحين لا تبحث في الامور لا تبحث في الامور دخل في الشوط اللي عقبه الغالي بس لو جاء وده يعارضني باي طريقه ودي يتكلم الشوط الرابع ما 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 يعرف مركاضه لا مكشام لا يعرفه وين مركض خبرني مركض في الوثبه يا اخوي وين جاي جاي الاول
اي شوف السلام عليك ما خذ رمز شو هذا خذ رمز الولي رابع وفي ولي العهد ركض حمد قال لك من ما خذ الرمز ها قلنا من هو اللي اخذ الرمز ايش قالوا انا هو بعدين شوط الفارق فرق بعيد ما هو ولع اللي ما اخذ الرمز هني اعطني اعطني اخر شوط اعطني اخر شوط الشوط الاخير شوط المحليات القعدان ابدا مع هجن العاصفه في هذا الشوط كلها اسماء لهجن العاصفه مع المضمر غيات الهلالي مخوف مولع ورسان الشبن الزعيم وليف ملهم وشاهين وهناك مشاركه واحده مع هجن الامير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود مع المضمر ماجد البريص المري مذخور الترشيحات ذهبت مع وليف ومع مولع بين مولع وبين وليف وهناك كذلك ورسان اذا كلها مع العاصفه تنصب هذا اخر شوط راح يكون مشكورا يا اخواني حد عنده ماشي ما عندي طار ترشيح في الشوط هذا مبين الشوط شوط العاصفه ها الشوط العاصفه طيب وصلنا معاكم للختام نحن مجهزين بس عبد الله وادي تسمعني اوكي نحن بس لان اليوم شويه في بدايه الحلقه مع اول نص ساعه وانت الله يجزاك خير بعد زدت يا رموز ملح اي نعم ولبقت علينا الرجال فدقيقه دقيقه عبد الله ما اختمنا دقيقه لا تطلعون لسامي زين انت ترى ما تطلع لسامي العالم تفرع عن القناه سروا حمارهم يسرون هل فاهم فقره الحين فانت زدتها شوي ايوه ولوموني العرب في السناب وكلموني في الواتساب خفوا على ابو سفر خفوا على ابو سفر واليوم ابو سفر بعد الجمهور السعودي الله يعني الله يعينه على الجمهور السعودي فرط من مسلي فرط من لاهو دقيقه اها نحن جهزنا لهم شيله خاصه على طير يلي لا اخواننا في المملكه العربيه السعوديه وعزوتنا واخواننا جهزنا لهم شيله طيبه اليوم نفرح فيها مع ابو سفر بنحط لهم اياها بس اللي عنده كلمه يبغى يختم فيها تفضل ابو محمد عقب الحلقة هذه ترضونه بشيء طيب كيف البو سفر يعني لا ما زعل يحس انه شوية لا الحين بيحطون له الشلة الحين حاطين له ايوه مرتبين ايوه محمد تبغى تقول شيء قبل الختام احمد بس نبغي ابو سفر قولتهم هم شو يلعب يلعب يعرض يلعب بنعرض ان شاء الله بنعرض بيض الله وجهك ابشر لا بيشارك ابن حضيرم بعد حاضرين بيض الله وجهك ابو سعيد اليوم الفرحة نحن طالبين من هالريال طلبة فهم عندنا من اليوم من باكر لين آخر يوم ليل الخميس أنا بايك آخر يوم لا نباك ليلة السيف سيف البدو بايك متى بيكون سيف اليوم الأربعاء الأربعاء هاي باش الحلقة لا باش الحلقة باش خاشي مكيا ألا والله نبغى الرجاء الطيب أنا أبغى كل ليلة لا 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 والله لا 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 رشح الريال خلى عقب النتيجة البرشة الغالي في الشوط تعال باكر رغم أنه عرضني أول ويعني فهمني غلط لكني صراحة أحب الرجال هذا الرجال كلامه زين أحب لله نعم أحب لله موجه يا أخي بفريبا من باكر معانا يومين باقي لنا حلو دار مصيونه على حي الكرام اللي لهم قدر ومقام وشان هلا وسيوفنا بالسبق قبل السبق مقرونه